مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في يوم جديد من أيام البيت الكبير. النهاردة إن شاء الله في حلقتنا هنتكلم على أكيد أخبار فرقتنا، يمكن بعد الفوز الصعب على طلائع الجيش امبارح، استعدادات فرقتنا كمان للمباراة المهمة جدا 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 في الشامبيونز ليج الأفريقي إن شاء الله يوم السبت مع فيتا كلوب. هنتكلم على أخبار فرقتنا بالتفصيل، هنتكلم كمان على الحالة الفنية اللي ظهر عليها النادي الأهلي في مباراة طلائع الجيش، استعدادات كمان الفرقة للمباراة، أعتقد مباراة مهمة جدا في حسم الوصول إن شاء الله لدور الثمانية. عندنا كمان ضيوف مميزين جدا جدا النهاردة، إن شاء الله تكون حلقة مميزة كالعادة في البيت الكبير. سيام مساء الخير عليك. مساء الخير يا كابتن هاني. أخبارك إيه؟ الحمد لله رب العالمين. مساء الخير جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، مساء الخير. النهاردة برحب بيكم، أول حلقة من حلقات بداية الأسبوع. يمكن امبارح افتقدناكم لأنه كان ميعاد الماتش والاستوديو التحليلي، لكن بنهني جمهور النادي الأهلي. مباراة صعبة، مباراة قوية، أداء في كثير من الأسئلة في بعض اللعيبة لازم نتوقف عندها، عليهم علامات استفهام. مش هنقول إن احنا راضيين، لكن الفوز كان مهم وثلاث نقاط كانوا مهمين جدا. الدقيقة 90 أو بلاس 90 كانت مهمة جدا جدا، عودة أو روح الفانيلا الحمراء كانت كنا محتاجينها امبارح، لأنه كان صعب جدا إن أنت تعود من خسارة، وبتكلم على طبعا مباراة سامبا، كان من الصعب إن أنت تعود وإن أنت تحصد الثلاث نقاط دول. ثلاث نقاط مهمين جدا وصلونا للمركز الثاني، صحيح لسه المشوار طويل. الخسارة ما بتوقعش، الخسارة ممكن تعطل لكن ما توقعكش، هو ده النادي الأهلي. النادي الأهلي ما بيوقعش. يمكن امبارح في كثير يعني في نقاط كثيرة جدا هنتوقف عندها، في رؤية تحليلية رقمية النهاردة هنتوقف عندها مع كريم سعيد. كريم سعيد زميلنا والناقد الرياضي، وفقرتنا الأولى مع كابتن هاني رمزي. في الفقرة الثانية هيكون مشرفنا واحد من نجوم النادي الأهلي الحقيقة، اللي بياخدوا النهاردة تجارب ناجحة في عالم التدريب وتحديدا في قطاع الناشئين في النادي الأهلي. لما نقول الناشئين يعني بنتكلم على مستقبل النادي الأهلي وولاد النادي الأهلي. معنا النهاردة النجم عبد الله فاروق اللي هيكلمنا النهاردة بتفصيل عن الناشئين، وصلنا لإيه في هذا المجال تحديدا. في الفقرة الأخيرة هيكون مشرفنا الكابتن أحمد فوزي. كابتن أحمد فوزي طبعا غني عن التعريف، حارس مرمى الأهلي السابق ومدرب الحراس الكبير، هيشرفنا. هنتكلم عن الحالة الاستثنائية اللي في النادي الأهلي اللي اسمها الشناوي. ايه سر تألقك يا الشناوي في الفترة الأخيرة؟ اللهم لا حسد. هنعرف ده وعندنا كمان سؤال حلقتنا طبعا الكابتن هاني يعني هيقوله النهارده ان شاء الله. مش هيكون سؤال، لكن خلينا نبدا من مباراة طلائع الجيش. اكيد يعني احنا دايما في البيت الكبير وفي قناة النادي الأهلي دايما سبورت للفريق ودايما في ظهر الفريق والمدير الفني، لكن طبعا لازم نتكلم على السلبيات. ولما بنتكلم على السلبيات دوت في طريق ان شاء الله باذن الله النجاحات والبطولات، انك تعرف سلبياتك الاول علشان ان شاء الله زي ما بقول لحضراتكم مشوار البطوله الافريقيه طويل، مشوار الدوري لسه طويل، فعايزين نقول ان مباراه طلائع الجيش فيها بعض السلبيات وبعض الايجابيات. السلبيات اعتقد كان في الاداء، يمكن مش هقول عشوائي لكن اداء غير مقنع من خلال المباراه. الحاله الدفاعيه للنادي الاهلي ما كانتش على المستوى. لما بتكلم على الحاله الدفاعيه ما بتكلمش على خط الظهر، بتكلم على الحاله الدفاعيه للفريق ككل. بنتكلم على بطء شويه في عمليه التمرير، بطء شويه في عمليه التحضير، مساحات كانت موجوده. كمان قدر طلائع الجيش في وقت من الاوقات انه يكون هو المسيطر بشكل اكبر ويخلق فرص للتهديف. كل دي سلبيات اعتقد يعني النادي الاهلي ما ظهرش بالمستوى المطلوب، وده اللي قاله موسيماني في المؤتمر الصحفي. دايما يعني بنعترف باخطائنا، لان الاعتراف بالاخطاء ووجود سلبيات ونعترف بهذه السلبيات دي اول الطريق للنجاح. موسيماني قال في المؤتمر الصحفي ان هو غير راضي عن اداء الفريق بشكل كبير جدا. كمان قال انه لسه يعني الاداء اللي هو يتمناه لم يصل الى ما يتمناه كمان الجماهير. لكن خلينا كمان نطلع ببعض الايجابيات. يعني سهام قالت المستوى الرائع اللي بيظهر به الشناوي من خلال اداء اكتر من رائع. كمان بنتكلم على أجاييه. اعتقد الشناوي أجاييه من افضل اللعيبه موجودين في ارض ملعب امبارح. عوده أجاييه اول، خلي بالكم أجاييه اول مباراه في الدوري ليه بالنسبه له بعد عوده، يمكن غاب ثلاث شهور، اشترك في بعض المباريات في
في كاس العالم للانديه، لكن اول مباراه اعتقد عمل مباراه على اعلى مستوى. الايجابيات كمان انك في صراع، انك بتسابق، بمعنى انك عندك بعض المباريات المؤجله وبالتالي لازم تسبق ولازم تحصل الثلاث نقاط. ده كان مهم جدا. يمكن كمان تعثر نادي الزمالك النهارده مع تعادل مع وادي دجله كمان بيقرب ان شاء الله للنادي الاهلي، عنده كمان مباراتين مؤجلتين ان شاء الله باذن الله بالفوز يوصل لقمه الدوري. خلينا نتكلم على تالق الشناوي. يمكن مش عندنا سؤال في الحلقه، لكن من خلال القناه وصفحاتها على تويتر وفيسبوك وكمان انستجرام عندنا رساله حضراتكم تبعتوا رساله لطبعا النجم الكبير محمد الشناوي عن تالقه الفتره اللي فاتت. كلنا طبعا يعني سعداء بالشناوي، كلنا فخورين ان عندنا حارس مرمى مصر الاول على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي، واكيد الشناوي بيقدم مباريات اكتر من رائعه. طيب. هنرجع تاني للمباراه. انا كنت عايز اقول بس للناس وجمهورنا طبعا اللي بيشوفنا تفاعلوا على صفحاتنا المختلفه، صفحات قناه النادي الاهلي والبيت الكبير، اي رساله اي كلام عايزين توجهوه لمحمد الشناوي فيكم تتفاعلوا من خلال صفحاتنا. لكن احنا كنا بنتكلم عن الايجابيات والسلبيات، لهذه المباراه. يعني الايجابيات زي ما قلت لك مهم جدا، زي ما انت قلت كمان يا سهام مهم جدا كان ان احنا نكسب المباراه ثلاث نقاط. الجماهير طبعا مش راضيه عن الاداء، واحنا مش راضيين عن الاداء، وموسيماني نفسه مش راضي عن الاداء، لكن كان مهم ان انت تطلعي بالمباراه بالثلاث نقاط. انت في سبق دلوقتي، المباريات المؤجله بتبقى الضغوط شويه على اللعيبه انها لازم تسبق. الحاله كمان اللي انت قلتيها البلس 90، تاني النادي الاهلي بيفوز. يمكن المباراه الاولى في الدوري بالنسبه للبلس 90 كانت مباراه المقاولين بعد التاخر 2-0 ورجعنا كسبنا في الوقت بدل الضائع. سمة النادي الاهلي وروح النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء دي دايما موجوده، وكان مهم جدا جدا تظهر كمان في مباراه زي مباراه طلائع الجيش، اللي انا بقول كمان طلائع الجيش قدم مباراه على المستوى الفني مباراه رائعه. يعني عبد الحميد بسيوني، الكابتن عبد الحميد بسيوني بيقدم شكل اكتر من رائع، كل الاحترام طلع طبعا لفريق طلائع الجيش. يعني اداء قوي جدا جدا من قبل طبعا طلائع الجيش. وعايزه اشيد الحقيقه باحمد سمير، احمد سمير الحقيقه من هدافين الدوري بالجول. صحيح دخلوا امبارح فينا، بس النهارده 7 اهداف النهارده في الموسم ده من احمد سمير، يعني بيتالق بشكل لافت الحقيقه، حتى من الناحيه الدفاعيه، من الناحيه الهجوميه كمان، يعني موجود في الملعب باستمرار. احمد مهند لاشين، علي الالفي، في ناس، بسام على فكره، بسام متالق، بسام متالق يا كابتن، يعني برضو علشان يعني لا نبخس الاشياء حقها، يعني فانت عملوا مباراه جيده، مباراه قويه جدا جدا. ومش معنى ان الفريق خاض مباراه وهو بعيد عن مستواه يبقى في هجوم كبير على الجهاز الفني واللعيبه، ده اللي انا عايزه اتوقف عنده، لان احنا النهارده مش معنى كلامنا برضو ان ما فيش اخطاء، بنعيد ونكرر، لا في اخطاء، والاداء امبارح لم يكن مقنعا، بس في نفس الوقت انت قدرت تحقق 3 نقاط وصلوك لل 24 نقطه، بقيت في المركز الثاني، لعبت 10 مباريات فقط، دي ميزه الفرق الكبيره. الثلاث نقاط مهمين علشان نواصل الاقتراب من الصداره مره اخرى، ونعوض فرق المباريات المؤجله، وفوز ورا فوز هيعود الاهلي لصداره جدول الدوري مره ثانيه، ويعود لمكانته الطبيعيه اللي هو معودنا عليها. عندك ضغط مباريات رهيب وواضح على اللعيبه، الارهاق ومن السفريات، محمد شريف ما كانش في حالته، في كذا لاعب كده يعني عايزين نتوقف عندهم، بس النهارده عندك مباريات متوالية. وفي نفس الوقت احنا كلنا ثقة في لاعبي الاهلي، وكلنا ثقة في قدراتهم ان هم يحققوا انتصار. في ظروف صعبة، ده يعني اللي قالوا اكدوا موسيماني اكتر من مرة، يمكن هو حتى اولنا يعني مش راضي عن الاداء، لكن واثق في اللعيبة، واثق في قدراتهم ان هم يقدروا يحققوا بطولات ويقدروا ان هم يصعدونا مرة تانية. مباراة امبارح كان فيها علامات استفهام زي ما قلت، كمان على الأداء التحكيمي. يعني امبارح شفنا مثلا المحكم محمود البنا حالات ما تمش احتسابها للأهلي،
وهي نفس الحالات اللي يمكن احتسبت قبل كده لفريق طلائع الجيش. يمكن النهارده لو كانت احتسبت على الاهلي قبل كده كان ممكن الاهلي برضو، افتكر ان الاهلي كان ليه ضربه جزاء في الدقيقه 60 61 حاجه كده ولم تحتسب. يعني هو حتى يعني البنا ما راحش حتى شاف. يعني خلينا نتكلم ان يعني دايما احنا سبورت للحكام ودايما نتكلم على التحكيم المصري، لازم نقف جنب حكامنا، لكن الاخطاء كتيره جدا واخطاء واضحه، ان حتى ما راحش كان في ضربه جزاء واضحه هاند بول ما حسبهاش، ده من خلال التحكيم. لكن تاني نقول ده برضو مش هنقول ده سبب ان الاهلي اتاخر في فوزه، لا احنا بنتكلم بكل امانه الاداء ما كانش على المستوى المطلوب. ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه ان احنا نكون افضل. لازم موسيماني يعالج بعض الامور الفنيه المهمه جدا، وده هو اللي قاله بنفسه. وخلينا كمان نتكلم ان احنا بنستعد لمباراه مهمه جدا، بنتكلم على مباراه اللي جايه امام فيتا كلاب، مباراه مهمه جدا ان شاء الله يوم السبت. هتكون دي كمان لا تحتمل الخطا، يعني المباريات في مباريات يا سام كده لا تحتمل الخطا على المستوى التجهيز، على مستوى التركيز، على مستوى النتيجه. انت زي ما انت عارفه وكل جماهيرنا عارفين ان فيتا كلاب بيحتل قمه المجموعه بست نقاط، يليه النادي الاهلي بثلاثه ويليه سيمبا وفي الاخر المريخ. لكن فيتا كلاب جاي بطموحات كبيره، جاي متصدر المجموعه، لازم يواجه فريق قوي على النواحي البدنيه، على النواحي الفنيه، كمان على الاداء الهجومي ان شاء الله يكون بشكل افضل. وده اللي النهارده بيعمله موسيماني، يعني الفتره ديت ان شاء الله موسيماني بيشتغل على كده. يعني وما احنا يعني فيتا كلاب بالظبط. فنتكلم على فريق جاي عنده حاله معنويه عاليه، فريق امكانياته كويسه، كسب بره ارضه المباراه اللي فاتت امام المريخ 4-1 اسف. فخلينا نتكلم ان موسيماني قفل تقريبا خلاص ملف طلائع الجيش. بنتكلم دلوقتي على الاستعداد القوي جدا، يمكن كمان النهارده كان في تدريب خفيف، بكره راحه ويستعد ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي يا سام لمباراه يوم السبت ان شاء الله. الكلام ده معناه انه الفتره اللي جايه فتره مهمه جدا، وفتره لابد فيها من الجميع انه هو يساند الفريق علشان يحقق ويعود لانتصاراته ويعود الاداء الممتع مره ثانيه. مباراه فيتا كلاب لا تقبل القسمه على 2، لابد من تحقيق برضو 3 نقاط، لابد من التركيز في مباراة يعني بعيدا عن ما يتردد النهاردة بخصوص مباراة طلائع الجيش. خلاص يعني صفحة واتقفلت برضو، بالتأكيد ده اللي حصل يعني في الأهلي النهاردة. الفريق خاض النهاردة مرام مهم جدا، يمكن النهاردة كان مهم جدا أن موسيماني يتكلم مع اللعيبة ويتكلم عن أهم النقاط السلبية قبل الإيجابية في هذه المباراة. يمكن النهاردة كان في جلسة كان خلاص يعني قال لهم ملف المباريات، مباريات الدوري بيغلق مؤقتا. النهاردة الجميع بيفكر طبعا في مباراة فيتا كلاب. موسيماني النهاردة بيمنح شناوي راحة سلبية، انتوا عارفين النهاردة موسيماني في مباراة امبارح كان بيشتكي من كدمة اتعرض ليها، وامبارح يمكن ظهر بشكل اكتر من رائع زي ما قلنا كابتن هاني، وكان تألق تعبته الحقيقه واثبت انه قائد حقيقي فعلا للاهلي، وتصدى لكرات خطيره جدا، وكان دايما في يعني زي ما بيقولوا ايه على الموعد، يعني دايما شناوي على الموعد، خلاص موعد حمايه عرين الاهلي، وكان سبب ايضا افتكر سبب كبير جدا ورئيسي في فوز الاهلي. صحيح، وزي ما قلنا يا سهام يمكن للتصحيح بس مش اكتر، ان يعني مباراه صعبه، المباراه اللي جايه مباراه فيتا كلاب، احنا عارفين ان سيمبا هو المتصدر بست نقاط، يليه طبعا فيتا كلاب والاهلي 3 نقاط. فمباراه يعني النهارده ان شاء الله الاهلي بيفكر كمان انه يبعد فيتا كلاب، خاصه ان احنا هنلاعب فيتا كلاب هنا في القاهره، وبعدين كمان المباراه اللي بعديها كمان هنلاعب فيتا كلاب هناك على ارضهم. وبالتالي النادي الاهلي عنده هدفين، الهدف الاول طبعا ان شاء الله هو تصدر المجموعه، ابعاد فيتا كلاب عن المنافسه، وان شاء الله باذن الله مشوار النادي الاهلي يعني لسه طويل، عندنا 4 مباريات. لو وده اللي هيشتغل عليه النادي الاهلي، ان احنا بنفكر في ماتشاتنا بس، ما بنبصش حوالينا، ما بنبصش لاي فرقه او نتائج اي فرقه تانية. المهم جدا ان احنا كل ماتشاتنا ان شاء الله على ارضنا بنكسبها، وباذن الله كمان نكسب فيتا كلاب في القاهره وكمان خارج الارض، وبالتالي النادي الاهلي يضمن ان شاء الله
تصدر هذه المجموعه. لسه طبعا مع فرقتنا والنادي الاهلي، عايز اطمن حضراتكم على حاله الفريق اللي بيستعد طبعا للمباراه اللي جايه. زي ما انت قلت يا سهام، في تركيز في جديه، والكل بيفكر في المباراه اللي جايه، لان عارف زي ما قلت لحضراتكم اهميه المباراه ديت. يعني طبعا مشوار العشره مشوار طويل جدا جدا. النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يتصدر هذه المجموعه ونخش دور الثمانيه. عارفين حاله يمكن الاجهاد شويه، الاجهاد اللي يمكن ضرب اللعيبه بشكل مباشر، يمكن خصوصا بعد الرجوع من كاس العالم للانديه، دخل على مباراه يعني المريخ، وبعدين تخطى مباراه المريخ، وكان عندنا مباراه يعني مباريات متلاحمه تقريبا كل 3 4 ايام بنلعب مباراه بشكل كبير جدا. ده دفع موسيماني النهارده سهام انه بيعمل جلسه مع الدكتور محمد ابو عبله، طبعا طبيب احمد ابو عبله طبيب الفريق، بيطمن، وده مهم جدا، بيطمن على المصابين. النهارده يعني بياخد تقرير شامل من الدكتور احمد ابو عبله عن المصابين، حالتهم ايه، ممكن العوده للملاعب، وده مهم جدا. العوده للملاعب امتى؟ بنتكلم خاصه على علي معلول، يمكن محمود وحيد بيقدم بشكل معقول، لكن لا يزال طبعا علي معلول هو مفتاح لعب النادي الاهلي خاصه في الحاله الهجوميه. ووليد كمان، يعني وليد كمان النهارده بحسب يعني التقارير الطبيه كلها الخاصه بوليد، المفروض يعني قدامه من اسبوعين لثلاث اسابيع. مهم جدا وجودهم في الملعب، يمكن حاسين بتاثيرهم. الكلام عن المصابين برضو مهم، وافتكر ان يعني في قطاع كبير جدا من جمهور النادي الاهلي بيهتم بحالتهم، علشان كده في خبر برضو معانا عن محمود متولي. محمود متولي يعني واحد من اللعيبه المهمين جدا اللي شارك في جزء كبير من تدريبات الكوره النهارده مع بدايه المران الجماعي. متولي النهارده كان عنده تدريبات بدنيه خاصه، تدريبات بالكوره الجماعيه، وده ضمن طبعا يعني من ضمن برنامجه التاهيلي اللي بيؤديه محمود. عودته برضو مهمه واضافه للفريق، لان احنا بنتكلم عن فتره طويله جدا يمكن يعني قعد فيها وريح بسبب طبعا جراحه الرباط الصليبي. نتمنى ان هو يعود سريعا برضو للمباريات. افتكر وجوده مهم، ووجود العناصر كلها لازم تكون مهمه لحالات كتيره جدا. اولا لازم في وقت من الاوقات لازم يتعمل عمليه روتيشن، لان الاجهاد لو استمر مستماني مثلا على 11 لعيب او 12 لعيب بيكون في ارهاق، وبالتالي عوده محمود متولي ان شاء الله. محمود متولي بيلعب سرد باك، بيلعب في وسط الملعب، كل لعيب بيعود من الاصابه بيكون مكسب للنادي الاهلي. وليد سليمان ان شاء الله يرجع بالسلامه. النهارده كمان في مران الفريق كان في تدريبات منفرده في الجيم وجلسه علاج طبيعي لمحمد هاني. محمد هاني طبعا نجم النادي الاهلي، عنده يعني عنده تدريبات، مش هو ما عندوش اصابه كبيره، لكن بعض التدريبات حاله من حالات الاستشفاء تحت اشراف طبيب الفريق الدكتور احمد ابو عبله، بسبب يمكن المباراه اللي فاتت اشتكى من العضله الاماميه، وده مهم جدا جدا. العضله الاماميه من الحاجات الحساسه جدا. هاني النهارده يا دوبك بيتمرن خفيف جدا، بيعمل عمليات استشفائيه، ان شاء الله باذن الله هيعود تاني للتدريبات الجماعيه ان شاء الله يوم الاربعاء زي ما قلت لك يا سهام. موسيماني النهارده كان تدريب خفيف، بكره ان شاء الله راحه، وباذن الله يعود ان شاء الله للمباريات او التدريبات ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي. يا رب باذن الله. قبل بس ما نكمل اخبارنا يا كابتن، يمكن موسيماني فكرني بعمرو محب. عمرو محب المترجم الخاص بكوتش موسيماني اللي بنتمنى له الف سلام السلامات، يعني بنقول له سلامات لانه بيخضع لعمليه جراحيه، وانا افتقدته امبارح في المؤتمر الصحفي يعني. فاحنا بنوجه له يعني تحياتنا، بنقول له الف سلام عليك يا عمرو، لانه لا يا عضو مهم جدا. الناس بتقول لك مترجم طبعا، لكن عضو مهم جدا جدا في الفريق، وبيقوم بادوار اكتر من رائعه، مش بس على مستوى الترجمه، لا خالص، لا مش بس يعني عشان بس الناس، خلي بالك يعني. مهم جدا كمان ان المترجم يكون فاهم كوره. الناس هو ما بيترجمش كده ترجمه، لا الترجمه لواحد عمرو محب بقاله سنوات طويله في هذا المجال، وبالتالي عارف من المصطلحات الكوره ايه. يعني أيوة. الترجمه بتفرق شويه، ممكن يقولها باللغه العاميه، لكن اللعيب لازم يستوعب اللي بيقول المدرب بشكل كروي، الفاظ كرويه بشكل كبير. نتمنى له السلامه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يرجع تاني وينور المؤتمرات الصحفيه بتاعت موسيماني ان شاء الله. نروح للعالمي، الاخبار العالميه. امبارح كانت المباريات قويه جدا في الدوري الايطالي تحديدا، وردود افعال برضو كانت قويه. شفنا اتلانتا بيرجع للدوري بعد ما انتهزم من ريال مدريد الاسباني في دوري الابطال ابطال اوروبا، قادر يكسب سامبادوريا 2-0. وجاسبرين مدرب اتلانتا طبعا اللي بيعتبر من افضل المدربين
في أوروبا حاليا، قال أنه ده انتصار جيد ووضع الفريق يمكن بقى أفضل في الدوري. هو حاليا الحقيقة في المركز الرابع، وده كان الفوز الثالث له ورا بعض على التوالي. طبعا يعني أتلانتا بيقدم مستويات أكتر من رائع في الدوري الإيطالي. جاسبريني كمان بيقدم موسم أكتر من رائع. جاسبريني على فكرة هو مرن بس في الدوري الإيطالي، مرن من 2003 في الدوري الإيطالي، بيقدم أداء أكتر من رائع زي ما احنا شايفين. يمكن دلوقتي مباراة أمام سامدوريا، وأتلانتا بيفوز فيها 2-0. أتلانتا طموحاتهم الكبيرة جدا الوصول لأحد مراكز الدوريات الأوروبية. احنا عارفين إن الدوري الإيطالي بياخدوا منهم أول ثلاثة للتشامبيونز ليج، وفي ثلاثة كمان على مستوى الدوري الاوروبي اللي اللي بيوازي عندنا هنا في افريقيا الكونفدراليه. اتلانتا بيقدم موسم اكتر من رائع، حتى يمكن بعد هزيمته من ريال مدريد بيعود تاني للدوري الايطالي بفوز مهم جدا، وما زال لغايه دلوقتي هو في المركز الرابع. وحضراتكم شايفين الاداء، شايفين احراز الاهداف بشكل اكتر من رائع. اتلانتا كمان متوسط اعمار اللعيبه 25 26 سنه، وده مديهم اريحيه ومديهم القوه البدنيه ان هم يواصلوا مشوارين، مشوار على المستوى يمكن التشامبيونز ليج متعثر شويه، لكن ما يهم اتلانتا طبعا هو زي ما بقول لك يا سام، هو الوصول في النهايه لاحد المراكز المتقدمه من المركز الرابع للسادس. عنده اولويه للوصول للبطولات الاوروبيه من خلال يا اما تشامبيونز ليج يا اما الكاس الاوروبي يعني. باذن الله نروح بقى الانتر ميلان كمان النهارده بيواصل تصدره الحقيقه للدوري الايطالي. كان في مباراه قويه جدا جدا لعبها قدام جنوا، كسب 3-0. يمكن الاداء الرائع اللي بيقدمه النهارده انتر ميلان السنه دي هو اقرب يمكن الفرق انه يفوز بالدوري، وجاي من وجود مجموعه برضو من العناصر القويه جدا على ارض الملعب، ومدرب كبير الحقيقه على الخط كمان لوكاكو والكسز، وسجلوا يمكن ثلاث اهداف تم تسجيلهم امبارح. لوكاكو بيوصل مطارده كريستيانو رونالدو، دلوقتي لوكاكو عنده 18 هدف، رونالدو عنده 19 كمان صحيح. هدف، والمنافسه طبعا على اللقب الهداف شرسه جدا افتكر هتبقى يعني. طبعا يعني لكن الانتر كمان بيقدم موسم اكتر من رائع. احنا عارفين طبعا أنطونيو كونتي المدرب الكبير بيقدم موسم متميز مع الانتر، يمكن كان فيه كمان مباراة القمة أمام الميلان وفوزه بثلاثية. ما زال لوكاكو العملاق يعني، قاطرة بشرية، قاطرة على مستوى التهديف، بيقدم مستويات أكتر من رائعة لغاية دلوقتي 18 هدف في السيريا آ، منافسة جديدة جدا جدا مع رونالدو نجم اليوفنتوس. لكن لوكاكو كمان لما تسأل قال لا أنا بفكر في النادي، ما بفكرش في نفسي، بفكر بس إزاي إن إنتر ميلان يحتل القمة للنهاية. والدوري الإيطالي مشتعل يعني، عندنا أربع فرق يمكن التصارع شوية ما بين الميلان والإنتر، اليوفنتوس بيقرب سنة، أتلانتا بعيد شوية، لكن يزال الدوري الإيطالي ممتع السنة دي جدا بوجود مشتعل جدا. الإنتر بمستويات رائعة، والميلان كمان بيقدم مستويات أكتر من رائعة مع اليوفنتوس المتأخر شوية. لكن كمان نتكلم على أتلانتا يعني ما عندهاش طموحات في القمة، لكن الثلاثي الإنتر وميلان واليوفنتوس هم اللي بيتصارعوا على القمة. طيب عايزين نروح لنابولي، الحقيقة فريق نابولي كمان بيحقق فوز مهم جدا على بنفيتو بنتيجة 2-0. يمكن النهاردة هو في المركز السادس، استقر في هذا المركز، وموسم نابولي السنة دي برضو مش الأفضل، يمكن ده بسبب رحيل لاعبين كتير جدا عنه على مدار الموسمين تحديدا اللي فاتوا. كمان الميلان كسب روما 2-1، ونادي ايسي ميلان ومعاه كمان ابراهيموفيتش عاملين الحقيقه موسم كبير، لكن يمكن صعب يحققوا بطوله الدوري بعد ما الميلان يعني انفرد النهارده بالصداره كابتن. صحيح يمكن النابولي بعيد شويه عن مستواه السنه دي، هو في المركز السادس يعني، لكن مقارنه بنابولي السنه اللي فاتت اعتقد في تراجع شويه في الاداء. لكن زي ما بقول لك هو دلوقتي الصراع على مقاعد البطولات الاوروبيه بشكل كبير جدا. نابولي بيحاول بقدر الامكان ان هو كمان ياخد مقعد في المقاعد الاوروبيه، وخاصه في كاس اوروبا بيتنافس مع اتلانتا. لكن نابولي بيأدي اداء الى حد ما يعني
متزن، مش هقول اداء سيء خالص، لكن على مقارنه بالسنه اللي فاتت لا، نابولي بعيد شويه عن المنافسه وبعيد شويه عن الوصول للتشامبيونز ليج. المباراه الحقيقه ميلان وروما دي يعني ممكن مباراه غريبه قوي يعني مباراه الالغاءات الحقيقه بالظبط، اتلغى ثلاث اهداف منها هدفين للميلان وهدف لروما صحيح يمكن وكلهم بسبب التسلل يعني شفنا الميلان قدر يعني طبعا فاز ويحسم المباراه بنتيجه 2-1، لكن كان في ثلاث اهداف ملغيه كلها طبعا بداعي التسلل، وزي ما حضراتكم شايفين الاهداف طبعا الميلان وروما، لكن كان مهم جدا جدا فوز الميلان. يعني انا بتكلم كمان على طموحات الميلان، اعتقد ابراهيموفيتش اللي شايفينه قدام حضراتكم طبعا بيقدم موسم اكتر من رائع، دي طبعا بداعي التسلل لم يحتسب الهدف، لكن الميلان يمكن بعد الهزيمه من انتر و3-0 بيعود تاني للمنافسه بشكل كبير جدا، والفوز على روما كان فوز مهم جدا. و خلينا اقول كمان الميلان يمكن بدايه الموسم كان مش طموحاته هي الفوز بالدوري الايطالي، كان طموحات ميلان هو الوصول للتشامبيونز ليج، يعني اول ثلاث مقاعد في الدوري الايطالي في الترتيب، لان كمان ميلان كان غايب بقاله فترات كبيره جدا جدا عن التشامبيونز ليج، فكان طموحاته هي الوصول لاحد احد المراكز الثلاثه، ولكن الاداء الهايل والنتائج الهايله اللي بيحققها الميلان ادت طموحات لجماهيره انه ممكن جدا يحقق الدوري الايطالي، ولكن اعتقد هتبقى صعبه، يعني الانتر هو المرشح الاول، في اليوفنتوس كمان في السكه لان اليوفنتوس عنده مباراه متاخره، لكن النهارده زي ما حضرتك شايفين يمكن فوزه على روما بيقربه بشكل كبير جدا جدا السنه دي من الحصول على المركز الثاني او الثالث، وده كان هدف الميلان الحصول على او المشاركه السنه الجايه في الشامبيونز ليج. عايزه بس اتكلم عن ابراموفيتش لانه برضو كان بيشتكي ابرامو من اصابات عضليه في المباراه دي، ومحتمل يغيب عن اودينيزي المباراه اللي جايه. كمان ستيفانو بيولي النهارده برضو مدرب الميلان شايف ان هدفه انه ينافس على التواجد في دوري ابطال اوروبا، وده اعتراف منه انه خلاص الدوري راح لانتر ميلان. فيعني هو يعني 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 زي ما قلت لك هو بيحدد هو بيحدد الهدف فعلا، كان الهدف الوصول للتشامبيونز ليج، وده اللي بيحققه اعتقد ميلان في الطريق للعوده تاني للظهور في التشامبيونز ليج. تعالوا نروح مع حضراتكم لبرشلونه، برشلونه النهارده هنتكلم بعيد شويه عن الكوره والفنيات، حضراتكم عارفين او محب برشلونه عارفين يمكن كان في مباراه مع سيفيليا محبين طبعا برشلونه فازت 2-0 على حد مش بالظبط فازت 2-0 على سيفيليا المباراه اللي فاتت، وميسي تألق بشكل كبير، لكن النهارده هنروح لمشكله اداريه كبيره جدا، النهارده شهدتها مفاجاه كبيره جدا جدا في برشلونه، الشرطه الاسبانيه عملت حمله اعتقالات داخل نادي برشلونه، لم يتم طبعا لغايه دلوقتي عن هويه المعتقلين، لصحيفه موندو ديبورتيفو قالت ان الشرطه كانت متواجده في النادي بتفتش في المكتب الرئيسي للنادي، بحث في ملفات تتعلق بالتحقيقات في مساله الشبكات الاجتماعيه او السوشيال ميديا، كشفت الصحيفه الاسبانيه الشهيره ان الشرطه قامت بالقبض على جوزيب ميريو، ده طبعا رئيس برشلونه السابق، وكانت مشكله كبيره جدا جدا ومفاجاه كبيره جدا جدا. تعالوا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير عن الاعتقالات داخل نادي برشلونه. مفاجاه كبرى شهدتها مدينه برشلونه صباح اليوم باعلان الشرطه الاسبانيه قيامها بحمله اعتقالات داخل نادي برشلونه دون الافصاح عن هويه المعتقلين. وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن الشرطة تواجدت في نادي برشلونة صباح اليوم لتفتيش المكتب الرئيسي للنادي والبحث عن ملفات تتعلق بالتحقيقات في مسألة الشبكات الاجتماعية. وكشفت الصحيفة الإسبانية الشهيرة أن الشرطة قامت بالقبض على جوزيب ماريو بارتوميو رئيس نادي برشلونة المستقيل، وأيضا على اثنين آخرين وهما أوسكار جراو الرئيس التنفيذي السابق ورومان غوميز بونتي المدير القانوني السابق، وتم وضعهما في حجز الشرطة. الأنباء الواردة من إسبانيا تشير إلى أن هناك أدلة تثبت تورط بارتوميو في التعاقد مع شركة تعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقابل 1,000,000 يورو من أجل مساندته وتحطيم المنافسين له، حيث كانت الشركة تعمل عبر أكثر من 100 حساب وهمي وعملت ضد أساطير النادي
النادي ومن ضمنهم ليونيل ميسي، جيرارد بيكي، بيب غوارديولا، خوان لابورتا الرئيس السابق، وكذلك قائد الفريق السابق كارلوس بويول. وزعمت وسائل إعلام إسبانية أن بارتوميو وإدارته سيواجهان تهمة غسيل الأموال والفساد المالي بخلاف قضية تشويه سمعة أساطير نادي برشلونة، ومن المتوقع أن تظهر الساعات المقبلة تفاصيلا أكثر عن القضية. عايزين نروح سريعا للكاف، والحقيقة كاف وانتخابات كاف في كواليس. إيه هي الكواليس؟ في وتيرة من الأحداث النهاردة بتتسارع، يمكن النهاردة بيتم الاتفاق في المغرب على أن هم يختاروا الرئيس القادم لكاف. طبعا بنسبة كبيرة جدا الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس نادي سان داونز النهاردة في جنوب أفريقيا. لكن برضو ازاي ده تم؟ الحقيقة كان في جلسة تنسيق، الجلسة دي جمعت ما بين مجموعة من قيادات كاف اللي هم رؤساء الاتحادات، كان معهم مرشحين للرئاسة، اتفقوا انهم يوزعوا يعني الأدوار وان هم يقفلوا صفحة أحمد نهائيا. حتى النهاردة لو صدر قرار من المحكمة الرياضية ان يعود أحمد لسباق طبعا رئاسة كاف مرة تانية، فده يعني مش هيحصل. طبعا عارفين أحمد ده كان صدر في حقه قرار بالإيقاف لمدة 5 سنين، تظلم عند المحكمة الرياضية الدولية، ووفق طبعا يعني القرار ده تم توقيفه لحين عقد جلسة استماع ده خلال ساعات من دلوقتي مع السيد أحمد علشان يحسموا موقفه من العقوبة، أو إن يعني يا هتأيد العقوبة يا هيتم إلغائها. فده موضوع مهم جداً كمان في المرحلة اللي جاية، في أسماء المرحلة كتيرة. اللي جاية خلاص، المرحلة اللي جاية أعتقد فوز باتريس موتسيبي بانتخابات رئاسة الكاف دي محسومة أعتقد بنسبة 100%. إحنا عارفين طبعا انعقادها يعني انتخابات الكاف إن شاء الله يوم 12 مارس في المغرب، وأعتقد كمان زي ما قلت يا سام هي في جلسة حصلت وخلاص وزعوا الأدوار، مش عايزين يقسموا الأصوات، خلاص موتسيبي هو الرئيس. وكمان خلال الجلسة أعتقد كمان حسم أدوار النائبين، هيكون أولهم طبعا الثنائي المنافس للسنغالي سنجور والموريتاني أحمد ولد يحيى. يعني بيقول حملة موتسيبي كمان أصلا أعلنت في مؤتمر قبل كده أن هم حصلوا على تأييد 35 إلى من 35 إلى 40 صوت من الاتحادات القارية أو من اتحاد القارة الأفريقية بالضبط، وحسموا الموضوع. خلينا نتكلم أن نفس الشكل كده حصل في يمكن الانتخابات أحمد اللي فاتت مع عيسى حياته، كان في تربيطات يعني بلغة الانتخابات، خلاص احنا المرشحين احنا بنقعد مع بعض بننتخب واحد مننا، على اساس هذا الرئيس بيكون كمان ليه 2 أو 3 نواب هيكونوا هم المنافسين الاساسيين ليه. وبالتالي اعتقد الجلسة دي هتبقى في المغرب يوم السبت اللي جاي، الامور كلها اتحسمت بشكل كبير جدا ان طبعا هو رئيس نادي سان داونز هيكون هو يعني هو رئيس الاتحاد الافريقي في المرحلة اللي جاية. ده رجل اعمال كبير جدا، واحد من اغنياء قارة افريقيا. يمكن النهاردة يعني برضو يعني عايز اتكلم بخصوص مقاعد مجلس فيفا المرشح ليها وبقوة المهندس هنا بوريدة. النهاردة كل التوقعات بتتكلم على انه خلص فوزه بقى محسوم، وايضا فوزي لقجع ده رئيس الاتحاد المغربي لكره القدم، هما الاثنين هيكونوا ممثلين للمنطقه الناطقه بالعربيه والاسبانيه والبرتغاليه في مجلس فيفا. ده مهم جدا الاسماء بالظبط. هي يعني العمليه كلها زي ما بقول لك قبل بدايه او يوم الانتخاب يكون في تربيطات على مستوى كبير جدا. خلاص اعتقد مقعد الرئاسه اتحسم، لكن كمان مقعد في يعني المهندس هاني بوريدة اعتقد وجوده في الفيفا كمان مهم جدا للكره المصريه، بيقدم خدمات كبيره جدا على مستوى القاري على مستوى البلد، فكمان ده اتحسن بشكل كبير يا سهام. يعني طيب ده بالنسبه للفيفا، وبالنسبه لفقرتنا فخلصت. هنروح لفاصل، بعد الفاصل حديث مهم بالارقام عن مباراه الامس الاهلي وطلائع الجيش مع كريم سعيد وهاني عمسي في البيت الكبير. بجدد الترحيب بحضراتكم في البيت الكبير، فقرتنا الحوارية الأولى هنتكلم عن مباراة طلائع الجيش، وزي ما قلنا لحضراتكم إن كلنا غير راضيين عن الأداء النادي الأهلي في هذه المباراة.
في سلبيات لكن كمان في ايجابيات. هنتكلم بلغه الارقام، ولغه الارقام دايما بتدينا مؤشر وبتدينا كمان سكه ان شاء الله لطريق المستقبل، وما فيش افضل من كريم سعيد يكلمنا عن هذه الاحصائيات وهذه الارقام من خلال تحليله الرائع. بنرحب بك يا كريم. مساء الخير كابتن هاني، مساء الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. وفي كل الاحوال اكيد لازم نقول مبروك، احنا كسبنا. اكيد احنا كسبنا، فالف مبروك طبعا للفريق والجمهور النادي الاهلي ولينا كلنا. اكيد طبعا في سلبيات، ومحدش المعظم طبعا اكيد مش راضي عن المشهد كان امبارح، الاداء اكيد، التذبذب تواصل للمباراه الثانيه على التوالي، ولكن طبيعي ان احنا محتاجين نحلل عشان نفهم عشان نقدر نطلع بالعلاج. صحيح يعني صحيح. لازم اكيد نحلل ايه المشاكل في الفرقه، ونحلل بحاجتين، بالصوره والارقام، عشان وده اللي هنعرفه معاك يعني الصوره كريم. والارقام عشان تبقى بس الامور واضحه والناس يعني يبقوا شايفين الصوره بشكل جيد، عشان برضو نبقى فاهمين كويس جدا. طالما ان احنا قررنا تاني، يعني قرر الجمله احنا قلناها بعد مباراه سيمبا، اللي ياخد او يقرر ان هو يحب يحلل اداء فرقه لازم يكون منصف ومطلع على كافه الامور، وحتى لو افترض شيء ولقى ان في حاجه بتقول ارجع في افتراضك ده، لزاما عليك انك ترجع. صحيح صحيح، وده ده الحق، ده الحق صحيح. يعني احكام الحق ان انت لما تقول راي او انت مثلا تقيم لاعب او مدير فني في مباراه لسبب ما، وتيجي في المباراه اللي بعديها تلاقي ان في امور ظهرت جديده، احنا لزاما علينا او على هذا الشخص يقول لا والله لا دي احنا يا جماعه احنا في النقطه النهارده لازم نقولها عشان كمان نبقى منصفين في التحليل اللي احنا بنقوله. صحيح. طيب قبل ما نروح لطلاع الجيش، نعم، يعني عايز اخد رؤيه فنيه كده سريعه للمباراه الثالثه في مجموعه النادي الاهلي، وانت عارف طبعا سيمبا يعتلي المجموعه بست نقاط، يعني نعم. فيتا كلوب بثلاث نقاط متساوي مع النادي الاهلي، نعم. وفي المؤخره المريخ، يعني يوم مهم جدا جدا طب. اليوم الثالث في المجموعه او المباراه الثالثه في المجموعه، الاهلي هيلاعب فيتا كلوب وسيمبا هيلاعب المريخ طب. سريعا تقييمك للجوله الثالثه في مجموعتنا. سريعا يكفي ان احنا نعرف ان فيتا كلوب خلص ماتشه في السودان وخد طياره، وبدل ما يروح على كينشاسا ويروح على الكونغو، راح واخد الطياره وجي بيها على مصر، بيعتقد في مده تسبق المباراة بحوالي ما يقرب من أسبوع كامل، لأن هو عشان يتدرب على الأجواء وعلى الملاعب في مصر وياخد على الجو هنا في مصر، ما يجيش يعني بيومين أو ثلاث أيام زي ما هو معتقد. ده يبين لنا إزاي فرقة أو بعثة فريق فيتا كلوب مهتمة جدا جدا بالمباراة. وطبعا هم قدموا مباراة رائعة قدام المريخ السوداني، لعبوا في نفس التوقيت اللي احنا كنا بنلاعب فيه سيمبا، وقدروا ان هم يكسبوا باربع اهداف رغم ان كانوا متاخرين بهدف في اول 10 دقائق، انما الفريق فعلا بيلعب كوره حلوه، وقدروا ان هم طبعا رغم ان انا كنت بصراحه كلنا كنا مرشحين نادي المريخ انه يعود تاني يعني. بالاخبار اللي احنا سمعناها والصفقات، لكن بصراحه فعلا الفريق مستواه الفني عنده مشاكل كتيره، وبالتالي فيتا كلوب بدا يعني يكون ثلاثي تنافسي في المجموعه مع النادي الاهلي وسيمبا. بالنسبه للمباراه الاخرى، مباراه سيمبا والمريخ، طبعا نادي سيمبا واخد دفعه معنويه هائله، ست صحيح. نقاط، ثلاث نقاط في الجوله الاولى خارج الارض من كينشاسا امام فيتا كلوب، وفوز على ثالث العالم، وطبعا فوز عمل ضجه كبيره في انحاء القاره الافريقيه، وبالتالي الدفعه دي هتخليهم ان هم يحاولوا يحسموا الثلاث نقاط قدام المريخ عشان يوصل تسع نقاط، يعني العلامه الكامله من اول ثلاث مباريات في مرحله الذهاب، اكيد بتخلي سيمبا يضع يعني قدما وساق في التاهل للدور القادم. فباذن الله، باذن طبعا احنا عايزين نخرج من الدوامه بتاعه الحسابات وحساب بيرما والامور دي، ان شاء الله ان شاء الله نحاول ان احنا باذن الله نحسم النقطه السادسه لينا باذن الله يوم السبت الجاي ان شاء الله. نرجع لمباراة طلاع الجيش، زي ما انت قلت كريم، كلنا مش راضيين عن الأداء العام لفرقتنا، في بعض السلبيات، أكيد برضو في بعض الإيجابيات، لكن عايز أعرف رؤيتك من النواحي السلبية اللي انت رصدتها في مباراة طلاع الجيش. أنا حابب يا كابتن هاني في البداية نغير الأدوار. تمام. هعمل أنا المذيع. حلو قوي، تعال. أنا موافق. حضرتك أنت. أنا موافق. أول سؤال لحضرتك، هل في أي اختلاف إن نجمي النادي الأهلي امبارح كانوا محمد الشناوي وجونيور أجاي؟ اكيد لا. حلو، محمد الشناوي مركزه حارس صح؟ مظبوط. تمام. وجون اجاي لاعب وينجر، ويبقى له فتره كان بيعاني من الاصابه، خصوصا طبعا اكيد واضح جدا جدا جون اجاي مباراته قدام نادي الزمالك في فاينل دوري الابطال، مباراه التتويج بالتاسعه، كان واضح جدا ان هو متاثر لحد ما باصابه، وبعديها بعد المباراه دي غاب فتره ورجع، اعتقد يعني فت فعلا
بشكل مميز جدا في المباراة الأخيرة، وعشان كده هو ظهر بالمستوى اللي احنا شايفينه كده. وبالتالي لما نقف على السؤال اللي انا سألته حضرتك ده يا كابتن هاني، هنجد نقطة مهمة جدا، وهي ان امبارح احنا بنشيد بالحارس اللي هو اقل اللاعبين اجهادا. الحارس صعب جدا ان الحارس يطلع يقول انا مجهد من توالي المباريات، ان هو ما بيبذلش نفس المجهود اللي بيبذله اللعيبه على المستوى البدني. لا على المستوى الذهني بيبقى في ارهاق، لكن على المستوى البدني لا طبعا اقل من اللعيبه. مقارنه بين اللعيبه اكيد جميل جدا. وجون اجاييه راجل راجع بعد فتره من الابتعاد عن المباريات، راجع فت قوي 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 بشكل مميز جدا سواء بدني او حتى فني. صحيح. وبالتالي هو قدر ان هو امبارح ب بالسولو رول اللي عمله امبارح ده، المجهود الفردي الرائع يعني الضوء عمل امبارح، الاجي عمل دفاع وعمل هجوم، ده في هجمه قطعها وحولها من هجمه على النادي الاهلي لهجمه للنادي الاهلي، وعمل هو الاسيست من على الطرف، عمل كل حاجه وبيبين لا ان اجي كان في قمه مستواه. طيب لما نبص يا كابتن هاني بقى للمراكز التاليه، اثنين مركز المساكين ايمن اشرف وبدر بنون، هما طبعا اثنين مساكين اقل برضه من مراكز اخرى في الاجهاد، لان المساك ما بيجريش وما بيعملش سبرنتات للامام او حتى سبرنتات عرضيه زي بقيه المراكز. ده امر صحيح صحيح، وخاصه دايما النادي الاهلي هو بيكون عنده استحواذ، وبالتالي الفرق اللي بتهاجم النادي الاهلي كتير او بتعمل ضغط كتير على النادي الاهلي ما بيكونش كبير، وبالتالي مجهود بدر بنون وايمن اشرف معقول، مش هقول اوفرلود يعني. صحيح، بس بدر بنون عانى من اصابه عضليه في بدايه المباراه لما عمل تاكلنج على الارض، وواضح ان هو برده الى حد ما متاثر بتوالي المباريات والضغط المحطوط عليه. طيب لما نروح بقى على الفول باكس، هنشوف محمد هاني اللي احنا طبعا كلنا بلا استثناء حتى اللي بيشيب محمد هاني دايما او بينتقده، كلنا اتفقنا ان محمد هاني كان احد نجوم النادي الاهلي في المونديال. صحيح. قدام بايرن ميونخ، قدام بالميرس، قدام الدحيل، قدم مباريات ممتازه جدا جدا جدا. محمد هاني امبارح كان واضح جدا عليه الاجهاد، واضح جدا 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 عليه اجهاد. طيب عايزين بقى نقعد كده نمسك ورقه وقلم ونشوف الاسماء التاليه اللي هقولها. محمود وحيد بقى له فتره قاعد على الدكه، وبالتالي في المباريات الاخيره بدنيا هو كويس، ربما يكون في بعض المشاكل الفنيه لكن بدنيا صحيح رائع. نروح لخط الوسط، حمدي فتحي وعمرو السوليه كان واضح ان في اجهاد شديد جدا، بان في ايه؟ بان احنا كنا اوت اوف بوزيشن في خط الوسط كتير في مباراه سيمبا ومباراه طلائع الجيش، وبسبب ده خسرنا الكره الثانيه اللي كنت بتكلم فيها. الكره الثانيه، وانا باكد كلامك ان عمليه الضغط اللي النادي الاهلي كان مميز بيها في نص الملعب قلت في الفترات الاخيره جدا، وبالتالي اللي بيتفرج حاسس ان في مساحات في وسط الملعب نتيجه عدم ضغط قوي من عمرو السوليه ومن حمدي فتحي. وبالتالي كابتن هاني حولنا الضغط بتاعنا اللي احنا بنتكلم عليه دايما اللي كان بيميزنا لتحليق، بقينا بنحلق مظبوط اكتر ما بنضغط. ده بسبب ايه؟ ان احنا بدنيا مش قادرين، دي الحقيقه. طيب نروح بقى لاهم اسم اللي بيدور عليه امبارح لغايه النهارده الكلام الكتير والتحليل الكتير والتعليق الكتير، وهو محمد مجدي قفشه. ومحمد مجدي قفشه هو في خطه النادي الاهلي هو البلاي ميكر، حلقه الوصل اللي بينزل نص الملعب عشان يبني الهجمه ويبدا يوزع للجناح اليمين سواء حسين الشحات او اجاييه او محمد شريف بزبور. اللي عاد للتشكيل الاساسي امبارح. انا النهارده جايب ثلاث حالات فقط هنقعد نتفرج عليهم عشان نثبت بس للساده المشاهدين نقطة مهمة جدا كابتن هاني، برضه حضرتك طبعا خبرة ولاعب تاريخي للكرة المصرية، تقول لنا رأيك فيها النهاردة. أنا كلاعب لما يوصل بيا الحد الأقصى من المجهود البدني، هل ده بيأثر عليا ذهنيا في قراراتي ولا لأ؟ مليون في المية، مليون في المية. وقبل ما أشوف الفيديوهات عايز أأكد لك كمان نقطة مهمة جدا الناس لازم تعرفها، قوة مجدي قفشة بياخدها من قوة حمدي وعمر. صحيح. ليه؟ صحيح، لان حمدي وعمر لما بيقوموا اولا بعمليه الضغط المباشر واستخلاص الكوره هيشيلوا مجهود بدني من على مجدي قفشه انه لازم يرجع معاهم ويؤدي الدور الهجومي. يعني احنا لو بنعمل ضغط وعمر السوليه بيقطع وبيسلم مجدي قفشه، مجدي هيبقى بنفسه. لو في عمليه الضغط قليله شويه هيضطر مجدي ان هو لازم يرجع ويقوم بادوار دفاعيه. صحيح. مضاعفه، وبالتالي هيعمل مجهود مضاعف. جميل جدا. فده كمان ارتباط الاثنين الديفندر برقم 10 ارتباط وثيق جدا، لانه تقريبا احنا بنلعب 4-3-3 بس بشكل مختلف، ان مجدي قفشه هو راس المثلث لحمدي فتحي وعمرو السوليه. واخد من كام حضرتك ان احنا لما نطبقه على تكتيك اللاعب اللي اوريدي بيتسو موسيماني جاي بيه من سان داونز، النادي الاهلي مع موسيماني بيلعب بوسيشن جيم او بيلعب ماتش استحواذ، احنا بنلعب لعبه استحواذ. بمعنى ايه؟ بنبدا الهجمه عند محمد الشناوي وبنعمل بيلدينج اب بتاعنا
باس من قدم لقدم صحيح. وبنتحول من الشكل الدفاعي الهجومي والكرة على الأرض، ما بنلعبش كرات طولية أو ما بنلعبش مثلا كرات عرضية مثلا زي نادي الزمالك. نادي الزمالك مثلا في طريقته مع باتشيكو واضحة جدا، طريقة سهلة وبسيطة وممكن أي فرقة في العالم تعملها، ودي الكرة على الجنب وارمي الكروس لداخل منطقة الجزاء وأي حد يا جماعة يخطف الكرة. بسبب هذه الطريقة السهلة على المدافعين أي فريق سواء كان قوي او متوسط او حتى في مؤخره الجدول زي وادي دجله لو مجرد بس وقف في 90 دقيقه صحيح داخل منطقه الجزاء يقدر ياخد منك تعادل، ولو عنده مهاجم سريع يقدر يخطفك في هجمه في اخر المباراه زي ما عمل غزل المحله بالزبط. وياخد منك الثلاث نقط. ليه؟ لان طريقتك مباشره، بلعب كرات عرضيه وانتهى الموضوع. لكن النادي الاهلي طريقته صعبه بدنيا. طيب نروح لاول فيديو معانا، وفيديو مدته اعتقد اللعبه اللي انا جبتها دي يا كابتن هاني مدتها دقيقه ونص. تعالوا نشوف كده مع بعض دي كوره في اول ست دقائق من مباراه النادي الاهلي بيعمل البيلدنج اب بتاعه، والنادي طلاع الجيش بيضغط مش بيحلق، لعيبه بتضغط. اول كوره اتضغط عليها وتحولت لانفراد لعمرو جمال، بدر بانون قدر بامتياز يعمل التاكلينج ويمنع انفراد لطلاع الجيش دي في نفس الدقيقه. طيب الكرة رجعت لنا تاني وبدأنا ندور الكرة بالشكل بتاعنا، بس واضح برضو كريم ان مستوى الحركة في سلو موشن شوية جدا، في بطء جدا حتى على مستوى مقارنة بقبل كده قبل كأس العالم أندية البيلدنج اب كان سريع، يعني كنا بنشوف ومفيش تحرك دون كرة، مفيش تحرك، اللعيبة واقفة يعني لو نوقف الصورة كده مفيش تحرك يعني طيب. مفيش تحرك، احنا واقفين تقريبا الفجوه اللي المفروض يبقى فيها قفشه ما بين الخط الظهر وخط الوسط المفروض يكون من بدري في الحته ديت. نعم في بطء في الحركه صحيح. النادي الاهلي يعني بالظبط احنا كل ده يا كابتن هاني بنحاول ان احنا نلاقي ثغره عشان نوصل بيها لمنطقه جزاء ان هي طلع جيش. بص احنا عمالين ندور الكره كتير ليه؟ مش قادرين نوجد الثغره. طيب حولنا الكره من الجنب للجنب وايمن اشرف بدا ينطلق ونشوف مجدي قفشه بيحاول ينزل ان هو هنا سرق المساحه لاجاييه، عشان يحاول يفتح المساحه ما قدرناش، رجعنا بالكوره نلف بيها تاني. كل ده احنا لو ممكن بس نستوب هنا معلش، لو نرجع سنه ونستوب هنلاقي ان في الجانب الايسر في اربع لعيبه على خط واحد من النادي الاهلي. لما نبص كده بعيننا في المساحه اللي في نص الملعب يا كابتن هاني فاضيه تماما فضية. ده بسبب ايه؟ ده بسبب ان احنا اوت اوف بوزيشن. اوت اوف بوزيشن كمان انا في رايي ان حمدي فتحي هو اوت اوف بوزيشن. حمدي فتحي المفروض يبقى قريب جدا من محمد هاني على القوس الناحيه دي على اساس تحويله اللعب تبقى اسرع، يعني لو حمدي فتحي فاتح الملعب شويه ناحيه على يمينه قريب من محمد هاني حتى الضغط لو كملنا الصوره الراجل بتاع طلائع الجيش مش هيقدر يضغط كده بالزبط. يبقى هياخد الكره ويسلم هاني، وده اللي كان بيحصل قبل بالزبط. كده وبالتالي الكره بتترحل للطرف الاخر وغصب عننا بنعمل الميس باس اللي طبعا. بيحول الكره علينا لانفراد له اول انفراد لاحمد سمير في اول ست دقائق. ولو شفنا الهجمه كابتن هاني من الاول هنلاقي نستوب معلش هنلاقي ان احنا كان في انفراد هيروح بيه عمرو جمال انقذه بدر بانون وبعد كده احمد سمير خد. فكل اللي هنشوفه ده يا جماعه في اول 10 دقائق فبيدينا مؤشر لايه؟ مؤشر ان فعلا اللعيبه تعبانه بدنيا، وبالتالي التعب البدني بيتحول لتعب ذهني بيخلوهم مش قادرين ياخدوا قرارات سريعه صحيح. قدام منافس فعلا بيعمل ضغط عالي. يعني بصراحه رغم الهزيمه احنا انا بشيد طبعا باداء طبعا طلع الجيش والكابتن رحيم بسيوني عملوا مباراه حلوه جدا جدا قدامنا، بس طبعا فارق الفنيات الفرديه ما بين الفرقتين هو اللي حسم الثلاث نقط لينا في الاخر. دي اول حاله كانت معانا ونشوف منها او نستنتج منها ان احنا فعلا تعبانين بدنيا في تعب. طيب الكوره اللي بعديها دي يا كابتن هاني دي في الدقيقه 10 احنا بنحاول نضغط لكن نستوب معلش ارجع. نستوب. النادي الاهلي بطبعه يا كابتن هاني دايما بيعمل الضغط بطول الملعب على المنافس، يعني بنضغط على المنافس من عند منطقه جزائه عشان نحول الهجمه اللي علينا لهجمه لينا، والضغط دايما بتاعنا بينقسم لشقين، شق ان المهاجم وصانع الالعاب بيضغطوا على حامل الكوره بالظبط. لو نستوب معلش انا اسف بس عشان نشرح الحته دي صح، لو نفتكر ماتش الوداد يا كابتن هاني محمد مجدي قفشه حول هجمه على النادي الاهلي لانفراد ليه؟ صحيح ضغط على السيرد باك نفسه وخد منه الكوره وقدر ان هو يجيب
الهدف. فبالتالي احنا مع موسيماني متعودين النادي الاهلي ما بيلعبش ضغط من نص ملعب، لا خالص، احنا بنضغط من نص ملعب المنافس وبنحاول نحول الهجمه من علينا. كريم انت فضل. انت في الاطار دوت احنا برضو عشان الناس يعني او احنا ما يعني بنطلع بعض السلبيات. نعم. لكن انت بتتكلم اوت اوف ذا بوكس، انت بتتكلم هو ليه النادي الاهلي ظهر تعبان وليه النادي الاهلي طبعا ما عملش الضغط طبعًا. المباشر ليه كان في بطء في الاداء طبعًا. فكل اللي بنجيبه دوت بيدل ان لا اللعيبه تعبانه، جزء كبير جدا من الاجهاد. لا لازم هنحل الكوره، يبقى ما نجيش النهارده نقول ايه ده موسيماني غلط في التشكيل الفلاني، لا ده اللعيب كان وحش. لا 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 لا، في نقطه مهمه، ان اي موظف في الدنيا قبل ما يقدم الشغل التكنيكال او الفني بتاعه لازم يروح يبقى هو كويس، يعني هو بدنيا في كامل قوته. يعني النهارده مثلا لو انا مثلا مريض او عندي برد او عندي شيء، اكيد مش هروح الشغل بتاعي لان انا تعبان اصلا، فاكيد ما حدش هيطلب مني ان اشتغل. خاصه في كره القدم الكريم هو دايما المدير الفني. نعم. بيعتمد بشكل كبير جدا على الجزء البدني طبعا. وفترات الاعداد بتقول كده ان انت مش هتقدر حتى تطبق اي شكل فني غير لما تعمل البيزك بتاعك. نعم. الاساسيات بتاعتك صحيح. هو الجزء البدني ويكون لياقتك البدنيه صحيح. تسمح صحيح. فاحنا بنتكلم ان انت اثرت نقطه مهمه جدا، ان لو كنا بنقول ان في بطء يبقى في ضغط مباريات كبير جدا طبعا. وخلي بالك يعني النادي الاهلي كمان، يعني على سبيل المثال بنتكلم على فريق كبير زي البايرن، البايرن بعد كاس العالم للانديه ويمكن كان عنده تلاحم في المباريات وجه قبل المباراه، كان عنده ماتش لاتسيو وبعدين نعم. كان اتاخر اتعثر في اول مباراتين في الدوري الالماني، اتغلب من هوفنهايم نعم. واتعادل مع هيرتا برلين، وبالتالي الجزء البدني مهم جدا اللي بنشرح بيه ان الناس اللي بتنتقد اداء النادي الاهلي لا من حقك تنتقد طبعًا لكن طبعًا. في جزء مش متشاف، يعني مش متشاف للناس. بنتكلم كوره، حواتي بنتكلم كوره، بمعنى ايه؟ انا النهارده مش هقدر اقول مجدي قفشه انت كنت وحش فاقول اوكي انت كنت وحش بسبب ايه؟ لازم اقول السبب، لان انت لو قلت لي ان مثلا مباراه تصادف فيها ان محمد هاني مجهد، حمدي فتحي مجهد، عمرو السوليه مجهد، مجدي قفشه مجهد، دي صدفه؟ لا دي مش صدفه، أكيد ده اكيد طبعا. الشكل اللي احنا شفناه ده او تلاحم الخمس لعيبه دول مع بعض يبقى واضح ان هم مجهدين صحيح. من توالي المباريات. ودي نقطة برضه هكمل لك فيها، اكيد هم مجهدين. والنقطة الثانية ان كمان موسيماني عملية الروتيشن، ان عندنا بعض الاصابات المؤثرة، يعني علي معلول مش موجود، في اصابات، وليد سليمان مش موجود، ناصر ماهر مش موجود، يعني كل دي عناصر. لا وفي نقطة مهمة يا كابتن هاني، احنا اصلا اوريدي جايين من دروب بالظبط فمستحيل اي مدير فني في اول ماتش بعد الدروب وماتش هو مهم جدا في الدوري انه هيعمل تغييرات في التشكيل الاساسي بتاعه اكتر من لعيب او اتنين لعيبه، ده ماكسيمم، ما يقدرش يعمل ثلاثه واربعه وخمسه ليه؟ عشان ما يخلش بيه الانسجام بتاع الفريق. مستحيل. ما هو لو وليد سليمان مثلا مش مصاب نعم. كان هيبقى جزء هيسرع لك الريتم اخر ربع ساعه صحيح. مثلا صحيح. بس لو ناصر ماهر يعني صحيح الكلام على غياب ان انا عندي سيستم بمشي عليه صحيح. في المباراه عشان اقدر النهارده استغل الخمس تغييرات اللي معايا عشان ما هدش الفرقه ككل، لكن احنا بنبين فعلا ان قرارات لعيبه الاهلي ربما كان فيها بعض المشاكل مش بسبب فني خالص صحيح. لا ده بسبب فعلا لعيبه مجهده، ولازم اللي يحلل يبقى رحيم جدا في الفتره الحاليه بلعيبه الاهلي. ده مزبوط. انا اسف، طالما قررت تحلل هتحلل كوره يبقى لازم تبقى رحيم، لان الرياضي يعني بخلاف هو لعيب كوره مش لعيب كوره، الرياضي اللي قدامك ده فعلا عضلاته اجهدت وصلت للمنطقه الحمراء خلاص لازم ياخد راحه صحيح. لكن طبعا الجدول اللي محطوط والمسابقات اللي احنا بنلعب فيها، احنا يوم السبت عندنا فيتا كلوب روم معركه، عندنا يوم الاربعاء الاسماعيلي مباراه طبعا الاسماعيلي مستواه لكن دايما الاهلي والاسماعيلي مباراه فيها تنافسيه طبعًا. وبالتالي مباراه صعبه، بعد ماتش يوم الاربعاء انت هتاخد طياره خاصه وتسافر على كينشاسا عشان تروح تلعب فيتا كلوب ماتش الاياب، وبعد كده ترجع تلعب ماتش في الدوري، وبعد كده تلعب ماتش في الكاس وهكذا. فبالتالي يا جماعه اللعيبه فعلا لازم نبقى احنا رحماء بيهم شويه، يعني في تحليل ما اقدرش مثلا ما اقدرش احللهم انا كالنهارده كراجل محلل، ما اقدرش احللهم الماتشات دي زي ما احللهم ماتش ما بينه وما بين الماتش اللي وراه 10 ايام مزبوط. وبالتالي الحمد لله انا اعتقد في فتره توقف دولي. بالرغم عن كده برضو بنتكلم في اجهاد كبير جدا للعيبه، في اصابات كتيره، في غيابات طبعا. وبنتكلم على
في ايجابيات خرجنا بقى من المباراه. نعم. اتكلمنا على السلبيات، ومهم جدا ان انت اتكلمت في نقطه اوت اوف ذا بوكس، ان الناس شايفه طب الاهلي وحش ليه. في جزء تاني، في جزء فني شويه لازم يتظبط، لكن الجزء الكبير ان ما تقدرش تزود فيه الفنيات. نعم. ان اللعيبه مجهده وبالتالي الانتاج الفني اقل بالزبط. من المعهود، لكن في ايجابيات، يعني ظهور زي ما انت قلت ظهور الشناوي بمستوى اكتر من رائع. صحيح. استمرارا لتالقه بشكل غير عادي. نعم. أجاييه، بنتكلم على عودة أجاييه بامتياز كبير جدا جدا. كمان خلي بالك على مستوى التغييرات، أنا شايف إن التغييرات كمان موسيماني في نهاية المباراة عمل مش هقول لك طفرة، لكن عمل أداء هجومي بشكل كبير جدا. صحيح. نزل لعيبة لعب 4-1-2 3-2، وبالتالي كان في كثافة هجومية، فده كمان يحسب. يعني زي ما بنتكلم على الوحش نتكلم كمان على الحلو. اكيد يعني. طبعا النادي الاهلي، ما هو هنا بقى النقطة يا كابتن هاني، ان انت عندك فرقة واسم لعيبة كبير. يعني أجاييه النهاردة، هو امبارح حسب يعني جون الهدف الاول مهارة اكثر من رائعة. ازاي تحط النهاردة الهيد فعلا فكرنا بالهيد بتاعت فلافيو. ازاي انت بتحط الهيد في اخر زاويه بعيده عن الحارس، لازم تلوم محمد بسام، صعبه جدا. لو مش بدنيا فت مش هعمل دي. صحيح كده، يعني لو مش واقف على رجله مش هيقدر، او هيوصلها ضعيف. تكمله في الهدف الثاني، انك تجيب هدف بالشكل ده في الدقيقه 89، وكمان توفيق ربنا سبحانه وتعالى ليك في الوقت ده. مش عايزين برضو ننساه، ليه؟ لان فعلا اللعيبه قدمت اقصى ما عندها. وصاب بصراحه نادي ثاني، بقارن ثاني طلع الجيش، قدم مباراه بدنيه كبيره جدا 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 جدا. بس تاني في اخطاء حصلت، لكن لازم نقول السبب. حتى لو جبنا هو مثلا طبعا ده الهدف بتاع أجاييه، طبعا هدف رائع جدا، انك تحط الكوره في الزاويه البعيده. عايز اكلمك برضو الناس اللي بتنتقد برضو قفشه. نعم. خلي بالك قفشه عامل الكوره ديت اتعملت زي ما بيقول بالمليمتر. يعني الكوره ديت لو اطول شويه او اقصر شويه ما اعتقدش كانت هتبقى هدف. فكمان قفشه رغم ان الناس بتنتقده شويه، لكن زي ما بتقول العامل البدني يمكن مقصر شويه، لكن استلامه والبصه وحاطط الكره بالمقاس، مع طبعا تفوق كبير جدا جدا من أجاييه، عمليه الجامب، عمليه التوجيه، عمليه سرعه الكره في الزاويه البعيده، فده يعتقد حاجه هايله بصراحه. يعني بالظبط. لو قدرنا بس نجيب الفيديو التاني اللي كان معانا باشا، نكمل بس حاجه بقى في الهجمه اللي كنت عايز اوليها في هجمه طلاع الجيش، ونشوف فعلا احنا بدنيا مش قادرين نرجع. وبرده في الهجمه اللي بعديها هنلاقي برده احنا عندنا مشكله في اي فريق بيعمل لنا ضغط. يعني محمد مجدي قفشه دي الهجمه اللي كنت بتكلم عليها في الدقيقه 10، احنا بنحاول طبعا نطبق، اللعيبه بتبذل اقصى طبعاً. حتى دبل بريس هنا حاولنا نعمله ما قدرناش، ما فيش قوه بدنيه هنرجع للعوده لنص ملعب. بس صحيح. هنا لازم نحترم ان اللعيبه بتقدم اقصى ما يمكن. مزبوط. اقصى ما يمكن ليها، بنضغط من عند المنافس، ومنافس كان قوي جدا جدا بدنيا. هو بعض اللعيبه اوت اوف بوزيشن، طبعا حمدي فتحي اوت اوف بوزيشن، وبالتالي في ثغره، لكن عمليه كل ده يا كابتن هاني بدني. ونروح حتى للفيديو الثالث، هنلاقي برده في الدقيقه في الفيديو الاخير معانا في الدقيقه 85 برده هجمه علينا، كل ده بدني. يبقى انت النهارده انت بتحلل، في ميستيك، في غلطه حصلت، لكن مش غلطه فنيه، مش غلطه تكتيكيه. يعني مثلا اهو دي في الدقيقه 86 الكوره طلع بيها الشناوي في قلب الملعب، واتلعبت لي مجدي قفشه، واتضغط عليه على طول، هو بدنيا مش قادر خلاص نهايه المباراه بقى، وبتحولت علينا لهجمه مرتده. كل ده بدني، كل ده بدني. ده بقى كل ده ياخدنا للسؤال المهم جدا 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 عشان ارد انا بيه على المنتقدين. لنفترض بكره الصبح استعارنا طبيب بايرن ميونخ، واستعارنا طبيب مان سيتي، اكتر فرقتين بشوفهم في وجهه نظري في الوقت الحالي، يعني فيهم روتيشن كويس، وطبعا جوارديولا حول تاكتيك بتاعه لتاكتيك دفاعي عشان يوصل لقمة الدوري الانجليزي، ويوصل للاداء الرائع في التشامبيونز ليج، وان شاء الله ربنا يوفقه ويصعد للفاينل. واستعارنا الدكاتره، واستعارنا كل الناس الكويسه، وقلنا يا جماعه احنا اللعيبه بتاعتنا تعبانه، عايزين لو سمحتم نرجعهم فت بعد بكره، نعمل ايه؟ ايه الحل؟ بجد والله ده سؤال اهو، سؤال هنعمل ايه؟ هيقول لي مفيش حل، اللعيبه لازم تريح، اللعيبه دي تعبانه من ضغط المباراة ومن تلاحم الموسمين، وكمان احنا اوريدي طالعين من ناسيه خالص ان احنا قعدنا 4 شهور ما بنلعبش كوره غصب عننا بسبب ظروف كورونا، وجبنا اللعيبه دي فجاه مره واحده ضغطناهم فيه، وكان لزاما بصراحه ده كان قرار جيد، بس دي ده ايه ده المجال بتاعنا على حساب المستوى البدني اللي النادي الاهلي
ما هو خلي بالك برضو كريم، نعم طبيعي جدا ان في وقت من الاوقات لازم الكرب البدني هيقع، يعني صحيح. مستحيل فرقه عندها موسمين بهذا الكم من المباريات وتلاحم مباريات كل 3 ايام تقدر تحافظ على المستوى البدني لفترات طويله. المهم في الموضوع ان انت في حاله، وده دي يعني دي صفه الابطال، انت حتى في الحاله البدنيه انك مش قادر انك بتكسب، بتكسب مباراه في الدقيقه 90. صحيح. ده شيء يحسب للعيبه النادي الاهلي ويحسب للجهاز الفني، انك الحمد لله لغايه دلوقتي احنا ما خسرناش بطوله، احنا كسبين ثلاثيه وعندنا لسه السوبر وعندنا سوبر تاني وخدنا ثالث العالم. ان شاء الله وهاجي لك في موضوع الدوري وشكل الدوري السنه دي، تعادل نادي الزمالك النهارده مع وادي دجله بيديك كمان دفع انك قريب جدا ان شاء الله انك تكسب مباراه، تبقى يعني كل الظروف اللي نتكلم عليها ديت. نادي الزمالك لم يجهد مثل النادي الاهلي في الفترات الاخيره، وخسر اعتقد ما يقرب من 7 نقاط قدام فرق في النصف الاسفل من الدوري. نادي الزمالك لم يجهد زي النادي الاهلي، النادي الاهلي لعب 3 مباريات في المونديال أسبوع. مجهدين جدا جدا، وحتى احنا كنا بنشيل وقلنا الحمد لله احنا واقفين على رجلينا، بس طبعا اكيد في ثمن ندفعه، يعني في ثمن دول مش قليل. نقطه برضو مهمه جدا يا كابتن هاني، يا جماعه واحنا بنحلل الكوره فرق تماما، وانت بتحلل كوره حقيقيه وهي مش بلاي ستيشن. في البلاي ستيشن احنا بناخد اللعيبه فت، يعني انا بخش على فرقتي الجهاز لعبه الفيفا او البي اس مديني اللعيبه بتاعه فرقتي وهم فت، انا هدوس على الزرار كارت الفتنس اللي الناس بتحب تلعب الالتيميت تيم، انت هتدوس على كارت الفتنس هيديك اللعيب بتاعك فت في ثانيه تقعد تلعب بيه 100 ماتش في اليوم، انت حر مفيش مشكله. ده بالنهايه لا طبعا انا الحقيقه أنا مفيش الكلام ده، انا بتفق معاك، لان انا يمكن من انا مريت بمراحل زي ديت كتير في حياتي كلاعب كره، ويمكن في المانيا بالذات مفيش رحمه للدوريات، يعني الماتشات كلها عمليه الاستشفاء بتبقى مهمه جدا، لكن مفيش هناك برضو عشان الناس تقول لك ما هو في اوروبا. لا في اوروبا الموضوع مختلف، ان ده في فترات راحه اجباري لازم لازم تكون موجود، بتبعد عن الكوره خالص، بتستعيد شفاك، ترجع جعان كوره بلغه الكوره. لعيبه النادي الاهلي يعني محرومه من الجزئيه ديت، مع الجزء الاخر اللي باكد عليه رغم كل اللي بنقوله ده، لكن النادي الاهلي بيكسب، والنادي الاهلي لغايه دلوقتي ما خسرناش بطوله، احنا كسبانين تقريبا كل البطولات اللي دخلناها. على المستوى الفني اكيد في بعض النقاط الفنيه اللي موسيماني نفسه قال ان انا لازم اصلح فنيا شويه، لكن على مستوى التشكيل انا شايف ان التشكيل بدايه كان تشكيل رائع. يعني بدا مثلا من محمد شريف، بدا بالاجنحه زي ما اتكلم في المؤتمر الصحفي، التغييرات في الشوط الثاني تغييرات افضل من التغييرات مثلا في المباراتين اللي قبليها. هو طبعا محمد شريف كويس جدا جدا، حضرتك فتحت الحته دي لمحمد شريف، نقطه مهمه جدا لازم برضو يبقى الناس واخده بالها منها، وهي طالما ان احنا يعني اعتقد اثبتنا بالصوره واثبتنا بالارقام وبالدلائل ان احنا اكبر مشكله بتواجهنا في الوقت الحالي هو الاجهاد البدني، وبالتالي خط الوسط ومركز صانع اللعب البلاي ميكر بتاعك لما يبقى قراراته متاثره بالاجهاد البدني، اكيد عدد المحاولات اللي هيحط فيها المهاجم الصريح اللي عندك هتقل، لان انا اكيد انا عامل زي يعني اللينك اللي بديك المساحه او المحاولات عشان انت تترجمها وتحولها لاهداف. وحتى احنا شفنا امبارح اجاييه فعلا حاول يساعد زمايله ان هو كمان يساعد في صناعه اللعب، سواء من على الطرف او سواء من داخل الملعب، ان هو فعلا كان عنده الجزء البدني افضل، وبالتالي الناس ما تحاسبش محمد شريف لان هو كان عنده ما عندوش امداد عالي، لان اللعيبه زمايلي تعبانين، فلازم احنا دايما نفكر بتفكير التيم. وهنا بقى كابتن هاني عايز اقحم الجمهور معانا في الحته دي، دايما بنقول ان الجمهور او هو الطرف الاكثر حريه في المنظومه، انت حر تماما عبر عن ارائك وقول فكرك كل شيء، ولكن في نقطة هنا مهمة بقى لجمهور النادي، تكر وخلي بالك ان في الاوقات دي اللعيبة محتاجة دعم طبعا، ان هم تعبانين طبعا. انت بالظبط ببساطة اهو واحد مثلا عيان، فانت ما تروحش تقول له انت عملت شغلك وحش، انت تقول اول حاجة تقولها له سلامتك وشد حيلك واحنا معاك وما فيش مشكلة، حاول قد ما تقدر واحنا هنساعد وهنتقبل، وهو ده اللي احنا بنقوله، دي يعني دي الامور اللي احنا اتعودنا عليها. ودايما جماهير النادي الاهلي في الوقت الصعب يا كريم متعودين، يمكن احنا بس بنحاول، احنا مش في وقت صعب بس النادي الاهلي بس مهم صح. اللعيبة دلوقتي اكبر مشكلة بالنسبة لهم فعلا الاجهاد، والجهاز الفني بيحاول قد ما يقدر ان هو يحافظ على رتم الفريق
والسيستم بتاعه ما يكسروش، وفي نفس الوقت يحاول يدي اللعيبه برهه من الراحه عشان يستعيدوا ال يعني الاستشفاء بتاعهم ويبقوا فت للمنافسات الجايه. وبالتالي هنا نقطه مهمه، النقطه المعنويه. صحيح. ان اللعيبه يا جماعه برافو عليكم، انتوا اديتوا وقدرتوا تجيبوا الهدف، وفي توفيق ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيدي دايما التوفيق للمجتهد واللي بيحاول ان هو يقدم اقصى 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 ما في امكانه. مين كان يقول النهارده ان احنا في ماتش بايرن ميونخ نطلع بعد ال 90 دقيقه 2-0 بس قدام فريق طبعا كان يعني رهيب. هو بص زي ما انت بتتكلم كريم، يعني دايما تنتقد وكل حاجه، لكن في وقت من الاوقات الفريق محتاج للسبورت بتاعك، الجهاز الفني محتاج للسبورت بتاعك، حتى لو مش راضي على الاداء بشكل كبير. انت شرحت جزء مهم جدا، ان المجهدين في عمليه اجهاد، وبالتالي الاجهاد مؤثر على الحاله الفنيه. كل ده يتحط كده في بلوره صغيره ونقول احنا سبورت الفريق، احنا ورا فرقتنا ورا الجهاز الفني، لان المشوار طويل، مشوار طويل ومشوار صعب. وهيبدا كمان، انا في اعتقادي ان المشوار كمان مباراه يوم السبت، مباراه مهمه جدا طبعًا. لتحديد طبعًا. بقى المشوار اللي جاي طبعًا. شايف المباراه دي ازاي على ملعبنا؟ بنلعب قدام فرقه فنيا لا باس بيها، عندها برضو معنويات عاليه، كسبانه بره ارضها 4-1. شايف المباراه ازاي دي فنيا؟ يعني بعد مباراه سيمبا كنا احنا اتكلمنا وقلنا ان بيتسو موسيماني بيتعرض لمجموعه من الخبرات يعني بيصلح بيها حاجات كتيره في الفرقه، وكمان رؤيته بتتضح للفتره الجايه. وانا في وجهه نظري ان احنا هنمشي ان شاء الله في ماتش فيتا كلوب بشكل امثل او شكل مشابه للشكل اللي النادي الاهلي يعني لعب بيه، او التشكيل لعب بيه قدام طلاع الجيش، من حيث ان احنا بنحاول على قد ما يقدر بيثبت التشكيل، التغييرات طبعا هتبقى في مراكز محدوده. مهم جدا 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 ان الفريق لازم يحافظ على الشكل بتاعه. كابتن هاني بنتكلم في النص الثاني خاص من الموسم مزبوط. فلازم انت يعني محافظ بقى كمان تحافظ يعني على الاسلوب بتاعك والشكل بتاعك، التغييرات في اضيق الحدود، في يعني عند الحاجه فقط. وباذن الله باذن الله احنا نقدر في يوم السبت اعتقد ان شاء الله فيتا كلوب يلعب معانا اوبن جيم، ويبدا يعني ما نلعبش مباراه مقفوله، نقدر نحدد يعني او نعمل بعض المحاولات في بدايه المباراه، لان اعتقد او في الوقت الحالي لو احنا بقى مهم جدا جدا واحنا عارفين احنا تعبانين نحاول نستغل كل الفرص اللي تتاح لينا. دي مهمه جدا، انت ما عندكش رفاهيه انك تضيع فرصه، لا، طالما احنا في الوضع ده طب يا جماعه محتاجين بقى اي فرص تتاح على مرمى المنافس حاول فعلا تستغلها. ليه؟ لان انت ممكن في مباراه ما يبقاش عندك رفاهيه ان الفرقه تستحمل ضياع الفرص. وهدي مثلا مباراه الاتحاد السكندري كانت في الدوري قبل ما نخش في المعمعه بتاعه الزحمه الكتيره، الماتشات الكتيره بعد كده. ماتش الاتحاد السكندري احنا احرزنا اعتقد اربع اهداف في 60 دقيقه وضيعنا حفنا من او تلات اهداف في 60 دقيقه وضيعنا حفنا من الفرص. فانت ممكن تضيع زي ما انت عايز. ليه؟ اوريدي انت متقدم في النتيجه. لكن لو مباراه مثلا زي امبارح زي طلائع الجيش بتعادل 1-1 والوقت مش في ايدك قوي، فانت محتاج انك تستغل كل فرصه تتاح ليك. واتمنى يبقى الناس كلها شايفه. طبعا في اكيد اي فرقه في العالم مفيش حد كامل، كلنا عندنا مشاكل وكلنا بنحاول نصلحها، ولكن اكبر مشكله محتاجين نحط ايدنا عليها في الوقت الحالي ونقولها بكل صراحه هي ان الاجهاد هو اكبر مشكله عند النادي الاهلي بعد الفتره الاخيره اللي اتضغط فيها من المباريات. انا بحييك كريم على التحليل الرائع، ويمكن اوت اوف ذا بوكس نقطه مهمه جدا ما كان ناس كتير مش واخده بالها من عمليه الاجهاد. نتمنى ان شاء الله بالرغم عن كل ده النادي الاهلي كمان قدر يكسب المباراه في بلس 90 زي ما معودنا، سبورت لفرقتنا، سبورت للجهاز الفني زي ما انت قلت. الجماهير النادي الاهلي الحقيقيه في الوقت دوت، مش هقول انه وقت صعب، لكن وقت محتاج فيه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، ومحتاجين الظهر، والظهر مين؟ هو جماهير النادي الاهلي. احنا في مشوار صعب، منافسات قويه جدا، لعيبتنا بيأدوا اقصى ما لديها، الجهاز الفني بيحاول يصلح من اخطائه، كل دوت ورا سبورت جماهير النادي الاهلي بتحب النادي الاهلي. وان شاء الله متمنين كل النجاح لفرقتنا بدايه ان شاء الله من مباراه يوم السبت. كريم بنشكرك شكرا جزيلا، يعني امتعتنا كالعاده. ميرسي يا كابتن هاني، وشكرا جزيلا لكل جماهير النادي الاهلي. وتاني الف مليون مبروك الفوز امبارح، وان شاء الله باذن الله باذن الله نوصل للنقطه السادسه يوم السبت ان شاء الله باذن الله. شكرا بإذن شكرا لك يا كريم. دي كانت نهايه فقرتنا الاولى، بعد الفاصل ان شاء الله نجم النادي الاهلي السابق عبد الله فاروق. البيت الكبير لسه مستمرة مع حضراتكم،
وبنبدأ فقرتنا الحوارية دي، وفقرة الحقيقة هتكون فيها ملفات كتيرة جدا، يمكن أهمها طبعا يعني اللي بيشغل بال حضراتكم، أكيد ماتش امبارح بيشغل قطاع كبير جدا من جمهور النادي الأهلي. النهاردة معانا واحد من أبنائه، أبناء النادي الأهلي اللي كانوا الحقيقة في الجيل الذهبي مع مستر مانويل جوزي. والحقيقة ناس كتير بتتكلم من امبارح على أداء الأهلي، ناس كتير ممكن ما تكونش سعيدة بالمباراة، سعيدة بأفراد، بعدد من اللعيبة، أولهم الشناوي أجاييه. فالنهاردة كمان عودة أجاييه للتهديف يعني عودة قوية جدا، يمكن متسلط عليها الضوء بشكل كبير، وهي دي ماتشات أجاييه الحقيقة. بعد كمان ما تعافى من أصابة كان بيتلقاه في مباراة نهائي أفريقيا أمام الزمالك. ضيفنا النهاردة الكابتن عبد الله فاروق، نجم النادي الأهلي السابق. أهلا بك يا كابتن. أهلا بك. أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. جاي من السعودية قريب؟ يعني بقى لي أسبوعين ثلاثة كده. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. فاروق منورنا. ربنا يخليك يا كابتن. أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. كله بخير؟ كله بخير الحمد لله. جاي من السعودية فترة، أعتقد أنت يمكن كنت متواجد السنة اللي فاتت في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. حاجات مهمة جدا انت بتأهل نفسك انك ان شاء الله يعني تكون على اطار او في سكة التدريب بإذن الله. قول لي برضو فترة السعودية عملت فيها ايه واستفدت منها ايه؟ والله يا كابتن يعني كنت انا مش رايح معايشة لنادي معين، انا اخويا قاعد هناك وبتاع، فانا رحت لاخويا قعدت معاه، فنزلت كام نادي كده كذا تمرين كده، بتفرج من التمارين بشوف المدربين بتشتغل مع اللعيبة ازاي، بشوف الدنيا ماشيه ازاي. برافو عليك، يعني برافو عليك انت، حتى لو انت دلوقتي مش متواجد ما بتشتغلش في قطاعات الناشئين، لكن كمان بتتفرج وبتشوف وبتستفيد يعني. بالظبط، ما هو يعني انا كنت اخر سنه السنه اللي فاتت كنت مع النادي الاهلي، والسنه دي ما كملتش في النادي، فالسنه دي ما كانش في نصيب ان انا اشتغل، فاستغليت الوقت الفاضي اللي انا فيه فسافرت اتفرج اشوف حاجات جديده، اشوف تمارين جديده، اشوف حاجات انا استفيد بيها انا اتعلمها يعني. لقيت حاجات مختلفة يعني، لقيت شوية حاجات تدريبات مختلفة، النظام العام هناك في قطاعات الناشئين في السعودية ماشي بشكل مختلف، يعني قول لنا برضو ايه اللي شفته وايه اللي ممكن حتى نستفيد بيه هنا في مصر، يعني مش عيب ان احنا نستفيد من تجارب ناجحه يعني. لا هي يعني بالنسبه الامور بدات تتطور معاهم شويه يعني هم بداوا يهتموا بقطاع الناشئين شويه، بداوا يهتموا بالحته الناشئين دي، بداوا يجيبوا مدربين كويسين يبداوا يشتغلوا شغل معاهم كويس، زي ما كنا احنا بنعمل زمان مع النادي الاهلي لما كان مستر كروفر جانا عندنا مدربين اجانب يعني. بالظبط، او طلع اجيال في النادي الاهلي، فهم بداوا يهتموا بالحته دي كويس قوي يعني. فروحت يعني اتفرجت على كذا تمرين واتفرجت على كذا حاجه كده، وربنا يكرم ان شاء الله نبدا بقى ننفذها هنا ان شاء الله باذن الله. قطاع الناشئين مسؤوليه كبيره طبعا، وانت بتتكلم على سن يمكن خطير يعني، بس انت كنت لحد من فتره قريبه جدا مع قطاع الناشئين، قول لي اللي انت شفته كابتن بعينك جوه داخل القطاع، ايه اللي الاولاد يعني المفروض يعني يعتمدوا عليه الفتره الجايه؟ احنا بنتكلم عن مستقبل، لما بنتكلم عن الناشئين بنتكلم عن مستقبل اولاد النادي الاهلي، ايه القطاع واقف فين؟ محتاج ايه ابناء النادي الاهلي؟ محتاجين ايه من وجهه نظر؟ لا احنا يعني عندنا في النادي الاهلي عندنا قطاع على اعلى مستوى ما شاء الله يعني، لحد انا كنت شغال السنه اللي فاتت، انا السنه دي مش يعني ما كنتش متواجد او ده انا لسه راجع، لكن لحد السنه اللي فاتت عندنا قطاع، عندنا لعيبه كويسه جدا، عندنا لعيبه طلعت اصلا اوريدي في الفريق الاول مواليد 2001 ومواليد 99 في لعيبه موجوده في الفريق الاول، فعندنا قطاع كويس يعني، عندنا قطاع مبشر يقدروا يلعبوا يقدروا يكملوا مسيره اللعيبه اللي موجوده في النادي يعني. يعني هم شغالين كويس اعتقد، وجايبين السنه دي مدير فني اجنبي فشغال معاهم بشكل كويس. مطمن يعني يعني انا بالنتائج اللي القطاع عاملها وبالشكل اللي القطاع عامله، لا يعني ان شاء الله في تقدم في قطاع الناشئين يعني. اكيد في تقدم في قطاع الناشئين، وده كان ملف مهم جدا جدا، مجلس اداره الكابتن محمود الخطيب كان اشتغل بشكل احترافي فيه، مدير فني اجنبي عنده خبرات كبيره جدا، خالد بيبو ماسك رئيس القطاع بيعمل شغل اكتر من رائع، وزي ما انت بتقول يا فاروق ان ظهرت الكلام ده بدري شويه، عندنا لعيبه على مستوى عالي جدا، عربي بدر راح اعاره، عندنا حمزه حارس مرمى، في لعيبه وشادي اعاره، كل دول مواليد 2001، فان شاء الله احنا مطمنين على قطاع النادي الاهلي بشكل كبير جدا، اللي هو نواه المستقبل، دايما جماهير النادي الاهلي بتحب لعيبه النادي الاهلي تكون من ولاد النادي طبعا غير المحترفين. النادي الاهلي انت شايفه ازاي، خاصه المشوار من بعد الرجوع من كاس العالم للانديه، مشوار الدوري
شايفه ازاي؟ قيمت النادي الاهلي ازاي وخاصه يمكن مباراه طلائع الجيش يعني الناس زعلانه من الاداء. لا هو المفروض الناس ما تزعلش كده، المفروض الناس تقدر اللعيبه اللي موجوده اللي جايه من سفر، جايه من بطوله افريقيا، في اجهاد، جايه من كاس عالم، انت بتلعب كل 3 ايام ماتش، فالطبيعي ان انا لعيبه مجهده، انا اهم حاجه عندي الفتره دي ان انا اكسب، عايز ارجع الثقه للعيبه تاني، المكسب اهم من الاداء كتير الفتره دي، عايز اكسب، عايز اتصدر الدوري، عايز اتصدر مجموعتي في افريقيا، فاهم حاجه عندي انا المكسب دلوقتي واللعيبه مجهده. يعني النتيجه مش الاداء، النتيجه مش الاداء هو المهم من وجهه نظر. هو احنا طول عمرنا متعودين على اداء ونتيجه، لكن انا بتكلم في الفتره دي، في فتره الاجهاد اللي اللعيبه فيها. لا اللعيبه مجهده، احنا محتاجين النتيجه دلوقتي، محتاجين النتيجه، محتاجين نتصدر الدوري، محتاجين نتصدر المجموعه بتاعتنا في افريقيا، وبعد كده الاداء هيجي واحده واحده لما اللعيبه تخف من الاجهاد شويه وترجع اللعيبه المصابه ترجع، يبقى في عمليه روتيشن بشكل اكتر من رائع. انا بتفق، كل فرقه في العالم بتمر بهذه المنحنى، يعني منحنى كده بيمر، والاهم دايما في لغه الكوره وانت عارف كنت لعيب كبير، يقول لك الفرق الكبيره حتى وهي وحشه تكسب، بتكسب، هو ده المهم. يعني هي دي ميزه النادي الاهلي، وانت مش مؤدي باداء كويس بس بتكسب، بتعرف تكسب، بتعرف تاخد اللي انت عايزه من الماتش، اهم حاجه عندك انت عايز تكسب، فبتنزل الاداء مش كويس، لعيبه مجهده، بس بتعرف تاخد اللي انت عايزه. ودي ميزه النادي الاهلي على طول، متعودين على كده طول عمرنا. يعني امبارح كانت مباراه شفنا فيها قوه، شفنا فيها شراسه، بتلعب انت مع وصيف كاس مصر النهارده، يعني فالمباراه كانت مهمه جدا جدا، وكانت طبعا بحضور كابتن حسام البدري اللي اكيد يعني عينه على اللعيبه بشكل كبير، عشان طبعا المعسكر اللي هيكون في شهر مارس الشهر ده. فشفت ازاي المباراه ديت، خاصه ان انت يعني لولا بعد ربنا تفوق الشناوي كانت المباراه كانت ممكن تروح في منحى اخر. يعني لا هو يعني لو احنا الحمد لله عندنا الشناوي، يعني احنا مطمنين والشناوي موجود. يعني هم عامه اي فرقه في الدوري المصري بتيجي قدام الاهلي بتتادي بنفس الشكل ده. يعني امبارح لو الجيش بيادي كل مباريات الدوري بتاعته زي ماتش امبارح، كان زمان في مكان تاني خالص، مش في المكان اللي هو فيه. لكن احنا متعودين ان اي فرقه بتلعب قدام الاهلي بتعمل نفس النتيجه، بتعمل نفس الماتش، اداء عالي جدا، روح عاليه جدا، ما تبقاش موجوده في كل الماتشات. يعني لو تابعنا الجيش في ماتش تاني غير ماتش الاهلي مش هيادي بنفس الاداء اللي ادى في ماتش الاهلي ده. ليه؟ ما اعرفش، هي اللعيبه بتيجي قدام الاهلي بتعمل كده. يعني هو النادي الاهلي من ايام ما كنت بتلعب بالظبط، يعني من ايام ما تلعب ده طبيعي، بيبقى عليك ضغط كبير قوي وانت في النادي الاهلي. يعني الناس بيقول لك ماتش الاهلي هو الصيت، يعني من الاخر يعني بلغه الكره بتاعتنا كده زي كابتن هاني ما عارف، الصيت، انت بتصيط في ماتش الاهلي ده، لما بتعمل ماتش كويس قدام الاهلي بتصيط كده، بتبقى العيون عليك. يعني انا سمعت امبارح واحد من لعيبه الطلائع تقريبا كان مهند، كان بيتكلم في تصريحات، يعني بيقول لك مع الاهلي بنلعب كوره، يعني في كوره قدام الاهلي بنلعب كوره قدام، لازم يعني فيما معناه يعني لازم يبقى في اداء، لازم الفريق اللي قدام الاهلي يظهر. بالظبط، ما هو الاهلي بي 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 بيظهر اي فرقه، مهند ولا علي فيل، بس يعني كانت واحد منهم. هو يعني طبيعي، ويمكن انت مريت بالكلام ده يا فاروق، انك بتلاقي كل الفرق اللي بتلعبك حتى على المستوى الافريقي، حتى لما بتلعب بنقول فرقه من المستوى الثاني، بتطلع كل طاقتها وبتطلع كل قوتها، وكل لعيب بيحاول يثبت قدام النادي الاهلي ان انا لعيب كويس ومتشاف، المباراه متشافه، وبالتالي كل ده حوافز ودوافع للفرق الثانيه. لكن ده قدر النادي الاهلي انه لازم يصد الكلام دوت بشكل اداء كويس وبنتيجه كويسه. وانا بايدك تماما، في فترات معينه ما اعرفش الجماهير هتزعل منه ولا لا، انك المهم عندك انك تكسب. يعني ممكن جدا كنت عملت مباراه كبيره جدا على مستوى الاداء وتعادلت، وده وارد في كره القدم يعني. وبالتالي مريت انت بحاجه زي كده في خلال مشوارك مع النادي الاهلي، انك في فترات معينه حتى مثلا مدير فني يقول لك اهم من احنا عايزين نكسب النهارده، الاداء هيجي بعد كده. فكرنا من خلال مشوارك بالظبط. احنا يا كابتن، انا لما كنت بلعب في الاهلي احنا لحمنا موسمين من ورا بعض من كتر الماتشات، مثلا في افريقيا دوري كاس ما خدناش راحه في يعني بالظبط كان 4 ايام راحه ورجعنا تاني التمرين. فاي فرقه كبيره زي النادي الاهلي لازم تعدي بمرحله من المراحل اللي هي بتاعه الاجهاد دي. كنتوا بتعانوا من فكره الضغط وتلاحم المباريات يا كابتن، ولا لا ما كانش الموضوع ده؟ لا اكيد كنا بنعاني، يعني اكيد كان بيبقى فيه اجهاد للعيبه، بس في الفتره دي كلامنا كله بقى اللعيبه مع بعضها ان احنا لازم نكسب. ادائنا مش كويس، ممكن ما يرضيش الجماهير، بس لازم نكسب،
نرضي الجماهير بالمكسب، ما نرضهمش مثلا بالاداء. الاداء الفتره دي هيبقى صعب شويه لان انا مجهد وتعبان وجاي من سفر وجاي من كاس عالم وجاي من ماتش افريقيا، فالمهم ان انا اكسب، انا عايز اتصدر الدوري. لما اتصدر الدوري لما اتصدر الدوري هتلاقي الامور بدات تهدى شويه وهتلاقي الاداء رجع تاني. بس كان في عدد كبير من جمهور النادي الاهلي غير راضي عن الاداء امبارح، توقفت عند ده ازاي تحديدا؟ وتوقفت ازاي عند اداء بعض اللعيبه؟ يعني محمد شريف امبارح برضو الناس يعني ما كانش عاجبها الاداء قوي، كلمني عن شفت التعليقات دي ازاي. ما هو الناس الجماهير الاهلي عايزه على طول الاهلي كسبان واداء كويس، لكن الناس اللي لعبت كوره وفاهمه كوره عارفه ان دي في مرحله النادي الاهلي بيعاني من اجهاد فيها، فلازم تبقى فاهمه، لازم تبقى فاهمه الكلام ده. انا دلوقتي مجهد، مش هقدر، انا تعبان، مش هقدر اروح الشغل، مش هقدر ادي بنفس الاداء اللي انا اديت بيه، فلازم الناس تبقى عارفه ان انا فتره اجهاد، انا اهم حاجه عندي دلوقتي المكسب. لما هكسب الثقه هتبدا ترجع تاني، انا راجع من ماتش خساره من افريقيا، فلازم اللعيبه تبقى عندها الثقه او الثقه ترجع لها تاني. فلما الثقه ترجع لي الاداء هيبدا يرجع تاني بشكل واحده واحده يعني. وده اللي بنتكلم فيه، ان جماهير النادي الاهلي الواعيه اللي بتحب فعلا ناديها دايما في، مش هقول تاني بكرر، مش موقف صعب، لكن مر من منحنى على مستوى الاداء بيقل شويه، السبورت ده بيقوم اللعيبه. وده مهم كمان تكلمنا عنه يا فاروق، في فترات وانت بتلعب والجماهير ازاي كانت سبب برغم عدم وجود في المدرجات دلوقتي، لكن السوشيال ميديا اكيد عندها برضو بوش وعندها دوافع واللعيبه بتحس بيها. ازاي بتحسوا بالجماهير ديت في الفترات الصعبه انها بتبقى لازم تبقى سبورت بالنسبه لك، وهي هي اللي بتدفعك بقى ان شاء الله تعدي المنحنى ده بشكل جيد يعني. بالظبط، يعني هو الجماهير بيبقى عامل مهم جدا في الفتره دي. طول ما انا حاسس ان انا جمهوري واقف ورايا او الناس واقفه ورايا ومسنداني وفي ظهري، انا بحاول اطلع احسن ما عندي عشان ارضي الناس دي. طول ما هم في السبورت اللي هي زي ما انت بتقول يا كابتن، انت بتحاول تطلع احسن ما عندك، بتحاول تعمل احسن ما عندك عشان خاطر ترضي الناس دي. فالفتره دي مهمه جدا ان جمهور النادي الاهلي لازم يبقى واقف ورا فرقته. اهم حاجه بقى انت بتكسب، فانت مش محتاج الاداء قوي يعني، المهم المكسب. طول ما انت بتكسب الدنيا هتبدا تظبط واحده واحده. ثنائيه وسط الملعب، وانت طبعا كنت لاعب وسط ملعب سابق، وعايزك تقيم لي وتكلمني حتى على حته الثنائيه اللي عاملها بشكل لافت للنظر، السوليه وحمدي فتحي. لا، عاملين ثنائيه روعه بصراحه، من كتر ما هم لعبوا مع بعض او من كتر ما هم كانوا في الملعب مع بعض بقى فاهمين بعض. يعني مثلا السوليه خلاص طالع من غير ما يتكلم، انا طالع حمدي واقف، حمدي بيزيد، السوليه بقى واقف، الاثنين طول ما الاثنين جنب بعض على طول وفاهمين بعض بتبقى الامور اسهل، غير لما كل شويه بتغير واحد. طول ما الاثنين فاهمين بعض وعلى طول بيلعبوا جنب بعض بيبقى الامور من غير كلام، الامور بتبقى ماشيه كويسه. انا طالع، انت بتقف، انا واقف، انت بتروح، يعني من غير ما تتكلم الواحد بيبقى فاهم اللي جنبه بيفكر في ايه. ده على مستوى اللعيبه فاروق. على مستوى الاداره الفنيه، اداره موسيماني في الفترات الاخيره انت شايفها ازاي؟ ورؤيتك كلاعب سابق عندك خبرات كبيره ولعبت في النادي الاهلي، ايه رايك في موسيماني في الفتره الاخيره؟ في الماتشين اللي هم قبل امبارح دول يعني حسيت كده تغييراته اتاخرت شويه، بلعب مع فرقه اقل مني في المستوى اللي هي سيمبا وهم كسبانيني، وانا بلعب بخمسه في نص الملعب، انا عايز اكسب. طب انا بلعب بخمسه ليه؟ انا استغربت الموضوع ده، ان انا بنزل اثنين بلعب باربعه فيندرات صراح قدامهم قفشه قدامهم فيرود وانا خسران. طب ما انا عايز اكسب الماتش يعني، احاول اجازف شويه. ما تعتقدش ان هو اكيد بيسمع التعليقات ديت واكيد بيستفيد؟ اي لاعب يستفيد من اخطائه، وكمان المدير الفني بيستفيد من اخطائه. ما تعتقدش ان حتى في مباراه طلع الجيش استفاد من النقطه ديت، ان هو رغم الاداء مش مقنع لكن على مستوى التغييرات كان موفق، وهو لعب بعدد كبير من المهاجمين في فتره معينه تقريبا اخر 10 دقائق، لعبنا بقوه هجوميه بشكل كبير جدا اسفرت عن هدف. انا قلت لحضرتك قبل ماتش الجيش، لكن ماتش الجيش لا، الدنيا مختلفه تماما. انت دلوقتي متعادل 1-1 ومع الجيش بتطلع ديفندر وبتنزل فيروت، يعني انت كنت بتلعب بالسوليه لوحده وقدامك قفشه وبتلعب بفرودين وطرفين، فلا يعني الامور اختلفت. يمكن التعليقات اللي اتقالت او هو زي ما حضرتك بتقول هو استفاد منها وتعلم منها فبدا يصلح في ماتش الجيش. لما عملت الشكل ده وبدات الجازف ربنا كرمنا في اخر الماتش وقدرنا نجيب جون وقدرنا نحصل 3 نقط يعني. طيب. بس
هو النهارده يعني موسيماني في سجله او يعني لحد دلوقتي مشواره مع الاهلي يمكن لعب 27 مباراه، ما خسرش غير ما اتغلبش غير مرتين، يعني قدام البايرن وقدام سامبا وقدام سامبا التنزاني. في النهارده البعض اللي بيتدخل في الامور الفنيه لدى المدير الفني، يعني ما نزلتش فلان ليه؟ فلان قعدته ليه؟ فلان مش عارف عملت فيه ايه؟ بعض التدخلات من بعض الاشخاص افتكر كمان ان هي بتوصل لموسيماني، تفتكر ده بيبقى تاثيره ايه على المدير الفني؟ لا انا يعني من وجهه نظري مستر موسيماني عنده شخصيه اللي هو ما تاثرش عليه الحاجات الخارجيه. انا راجل مدير فني ملم بالفرقه وملم بحال الفرقه، فانا اكتر واحد انا ادرى واحد بحال الفرقه وبحال اللعيبه. على قدر لاعب مين او ما لعبش مين او انزل مين او ما انزلش مين، دي بتبقى راجعه لمستر موسيماني نفسه بشخصيته. طول ما هو عنده شخصيه وعامل شخصيه لنفسه ما اعتقدش ان هو يقدر يتاثر بالعوامل الخارجيه، هتبقى قليله او التاثير بالعوامل الخارجيه هتبقى قليله بالنسبه له. يعني كل الارقام بتقول انه ماشي بشكل على مستوى النتائج جدا. ماشي بشكل رائع. ننتقد في تغييره في تشكيله، لكن دايما محصله المدير الفني على مستوى البطولات، الراجل محقق بطولات مع النادي الاهلي في فتره قليله. زي ما بقول لك يا فاروق ممكن ننتقد، من حق الجماهير تنتقد خروج تشكيل، طب تاخير في تغيير، كل ده وارد، لكن دايما بنيجي عند المحصله. المحصله ايه؟ محصله زي ما قالت سهام، انت بتتكلم في 27 او 28 مباراه ما اتغلبتش غير ماتشين، ده شيء هايل. خدت مباريات تقيله، نفتكر مباريات الوداد، نفتكر كاس العالم للانديه، نفتكر التاسعه، فكل دوت يحسب رصيد ليه. وبالتالي اعتقد ان هو كمان في 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 طريقه لتغيير يعني مفهوم شويه التشكيل، شويه هيبدا يثبت تشكيل. هكلمك عن مباراه فيتا كلوب كمان يوم السبت اللي جاي، يمكن قفلنا يعني موضوع طلاع الجيش، الحمد لله ثلاث نقاط مهمين جدا، الاداء عليه علامات استفهام، لكن رؤيتك بقى كمان في المشوار الافريقي، خاصه انت عارف ان المجموعه مشتعله بلغه الكوره. يعني المجموعه مشتعله جدا، بس احنا محتاجين نكسب الماتش الجاي جدا يا كابتن. يعني احنا النادي الاهلي محتاج اللي يكسب فيتا هنا في ملعبنا، وبيحتاج يكسبه بره عشان نبقى مستريحين بعد كده في الماتشين اللي بعدين. انت راجل خلاص متصدر الدوري، متصدر المجموعه، فانت مش يعني لازم تكسب الماتشين اللي جايين عشان تقدر تصدر المجموعه، تبدا اللعيبه تستريح وتلعب بثقه وتلعب باداء كويس اللي الجماهير عايزاه. فالماتش الجاي بالنسبه للنادي الاهلي مهم جدا، وانا شايف ان هو من يعني من اهم الماتشات اللي هتبقى في المجموعه. الماتش الجاي ده لو كسبناه هيبدا يريح اللعيبه واحده واحده بعد كده. في تغييرات تفتكر في التشكيله مثلا؟ ما فيش يعني طب انا هسالك سؤال، تفتكر يبدا بقى بديانج بدل حمدي فتحي، وخاصه ان حمدي فتحي خد الانذار الثالث ومش هيشارك في مباراه الاسماعيلي، هل من الطبيعي انه خلاص يدخل بقى يبدا بديانج جنب عمرو السوليه؟ دي يمكن التغييره، ممكن تكون التغييره الوحيده، ولا انت شايف على مستوى الهجوم ممكن يكون في تغيير في البوزيشن او في الافراد؟ في ماتش فيتا كلوب ما اعتقدش ان هو غير حمدي فتحي، هيفضل حمدي والسوليه زي ما هو، هيتواجد مع حمدي والسوليه. والماتش الدوري اللي بعد كده ديانج هيلعب، ما فيش مشكله، لكن انا في الماتش الجاي حمدي والسوليه يفضلوا في الملعب زي ما هم. في الناحيه الهجوميه بقى يعني غالبا ممكن محمد شريف يقعد ويلعب مش غالبا. يعني انت مش من يعني في مدربين كده بتحب خلاص ادي شريف مباراه الاداء ما كانش كويس على الفرقه كلها، ممكن يكمل مع شريف ويديله تاني، وكمان بواليا لما نزل عمل افكت يعني عمل كمان شغل، فتفتكر انه تاني هيقعد شريف ويلعب بواليا، ولا هيدي كمان شريف جزء كبير من المباراه في اول 60 دقيقه 70 دقيقه وينزل كمان بواليا في الشوط الثاني؟ انت مع اني فيهم؟ انا اصلا كنت مع الاول من الاول خالص مع شريف، ان هو شريف يبدأ اصلا دايماً. كانت رجليه في الملعب وكان على طول بيجيب اجوان وكانت الامور ماشيه بالنسبه له كويس. انا من الاول كنت مع شريف، لكن انا غالبا الماتش الجاي اعتقد ان هو يدي بواليا. ماتش افريقيا وبواليا راجل افريقي زيهم، فبيقدر يتعامل معاهم كويس، بيقدر ياخد فاولات كويس، بيقدر يتعامل مع الماتشات دي كويس يعني. وشريف هيبقى تغييره غالبا يعني، وغالبا شريف هيبقى تغييره. يعني ما اعتقدش ان هو غير كتير في التشكيل، مش هيبقى في تغيير كتير، يعني هيبقى ثابت على التشكيل. هو التغيير الوحيد ممكن يبقى شريف ببوليا. انت كابتن هاني بتتكلم كمان، يعني انت عندك في تقارب في مستوى اللعيبه، يعني انا النهارده مثلا لما احط ديانج مكان فتحي او العكس، او انت بتتكلم على يعني ما فيش فروقات كبيره جدا
لا بين يعني في ارتياحيه كبيره جدا بالنسبه لموسيماني، وده يمكن اللي احنا المرونه الخططيه او العدد اللي عنده ده وفر له النهارده اكرم توفيق ممكن، ديانج ممكن، عشان كده برضو افتكر ان هو خارج يعني هو حتى عنده مفاجآت. بصي يعني في كان في سؤال من خلال المؤتمر الصحفي للنقطه اللي بنتكلم عليها دي، احد الصحفيين سال موسيماني انت ليه ما ديانج ما بيلعبش، قالها كده، فقال له ديانج بيلعب كل ماتش، فقال له لا يعني بلغه الكوره كده ما بيبداش، فقال له انا عندي دلوقتي عمرو السوليه هايل، ايوه، عندي حمدي فتحي لعيب دولي، عندي ديانج لعيب دولي. لا عجبني رده لما قال لك انا لو كنت قعدت حمدي كنت هتسالوني على حمدي، يعني لو كنت قعدت السوليه هتسالوني على السوليه، يعني بس هو بعض الناس يعني بتقول علامه استفهام ان كان ديانج كان رجليه في زي شريف كده رجليه في الملعب وبالتالي، لكن عامه كل ده دي رؤيه مدير فني بالزبط. لانه هو اللي بيتحاسب في الاخر وهو المسؤول عن اختياراته بشكل كبير جدا، وما علينا ان احنا السبورت ليه السبورت للعيبه ننتقد زي ما احنا قاعدين، لكن في الاخر اكيد احنا سبورت للفريق وحتى لاختيارات الجهاز الفني يعني بالظبط يا كابتن. وزي ما سام قالت مفيش فروقات كتيره، يعني حمدي غاب ديانج لعب ما بتحسش بالفرق، علي معلول الوحيد اللي بتحس بالفرق شويه يعني وليد. مع اني برضو وحيد ادى بشكل كويس بس لا علي معلول في حته تانية يعني حاجه النهارده وحيد اول مره يشارك في الموسم ده مع الاهلي بالظبط يعني ادى ماتش المريخ كويس، الماتش اللي فات يعني مش قوي مش قد كده لكن هو الوحيد اللي بيفرق معاهم علي معلول، لكن بقيه الفرقه لما بتشيل طاير وتحط كهربا ما بتحسش بالفرق، بتشيل حسين بتحط كهربا برضو ما بتحسش بالفرق، شريف وديا وبواليا مش ما فيش فرق، اجاييه موجود برضو لو ملام مواليد بيبقى موجود، يعني الميزه في النادي الاهلي ان انت عندك اوراق بالظبط 20 لعيب مثلا ولا 23 لعيب مستواهم متقارب، لما بتشيل حد وبتحط حد تاني ما بتحسش بالفرق قوي في في المكان اللي موجود فيه. بمناسبه اجاييه برضو عايزينك تعلق على اجاييه لانه الحقيقه كان فارق امبارح برضو مع مباراه بعد مباراه مهمه وبعد غياب يعني الكل اللي ممكن يكون يعني معظم الناس ممكن كانت تتوقع انه اجاييه لا مش هيرجع لحالته البدنيه، يمكن حتى كمان يمكن يعني بعده عن اسرته العامل النفسي برضو بيأثر جدا مع اللعيبه اللي زي اجاييه، فقيم لي مستواه امبارح الاداء الرجولي برضو اللي ظهر بيه عليه ابو خالد. ده اجاييه لعيب كبير، اجاييه من يعني من اللعيبه اللي في مصر اللي الكوره ما بتقطعش منهم سهل، طول ما الكوره تحت رجليه ما بتقطعش منه سهل، ولما بتقطع منه بيعرف يجيبها على طول في نفس الوقت. امبارح كان في اداء رجولي 10 على 10 من اجاييه، الكوره لما بتقطع منه بحس ان هو بيجري ورا الكوره عايز يجيبها باي طريقه، بيتزحلق اول مره اشوفه بيتزحلق، بيتزحلق على الكوره بيطلع الكوره اوت بيكمل في الكوره بيقف على الكوره كويس بيعرف يلعب اللعيبه. لا اجاييه لعيب كبير، لعيب كبير قوي 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 وما فيش غنى عنه في الملعب بصراحه انا من وجهه نظري. اجاييه طبعا عوده قويه جدا وزي ما بنقول يعني ان شاء الله مع عوده وليد سليمان عوده حتى ناصر ماهر، ناصر ماهر من اللعيبه المميزه جدا ممكن يلعب رقم 10، في عندنا محمود متولي كمان راجع، محمود متولي من اللعيبه المميزه سرد باك وفي وسط الملعب، علي معلول وده مهم جدا مفتاح لعب مهم جدا جدا، كل التحيه طبعا لمحمود وحيد لكن علي معلول بيعمل الفرق يعني بيعمل هو بيعمل جداً. الجزء الفرق خاصه في الجزء الهجومي في الناحيه الهجوميه لا بيعمل فرق كبير، يعني بتحس ان الكره مع علي معلول بتحس ان في خطر، حتى مش لازم بيوصل للخط عشان يعمل الكروس، لا ممكن بيعمله من نص الملعب، بيعمل ثرو من نص الملعب، بيغير الملعب الناحيه الثانيه، لا علي معلول بيعمل فارق كبير في النادي الاهلي يعني وان شاء الله يرجع، ويعني وكل التحيه طبعا كل ما يكون عندك لعيبه جاهزه كل بالزبط. لان عندنا مسابقات كتيره جدا جدا، وهاخد رايك بقى في الدوري نفسه، اكيد متابع الدوري المصري بشكل كبير جدا، متابعه ازاي؟ ايه الفرق المميزه بالنسبه لك النهارده؟ تعثر نادي الزمالك مع وادي دجله 0-0 ده كمان بيدي ادفانتج للنادي الاهلي لسه عنده مباريات مؤجله، وانت عارف متعود وانت في النادي الاهلي لما النادي الاهلي بيمسك في الصداره ما بيسيبهاش خالص يعني. الدوري يا كابتن يعني انا كنت حاسس ان هو هيبقى احسن من كده، حاسس انه كان هيبقى احسن من كده قبل الدوري ما يبدا. اوكي كنت حاطط في دماغي ان هو هيبقى احسن من كده، الفرق دعمت كتير، بيراميدز دعم بناس كتيره، كل فرقه دعمت بشكل كويس، لكن الشكل اللي باين دلوقتي لا مش يعني مش باحسن شكل بصراحه.
مش باحسن حال يعني الفرق مش ماديه باحسن مفاجاه بالنسبه لك ان رغم بيراميدز صرف كتير وعنده نجوم كتير انه في المركز ده او بعيد عن حتى المربع الذهبي كان مفاجاه بالنسبه لك مفاجاه جدا مفاجاه كبيره جدا مش بالنسبه لها بالنسبه لمصر كلها يعني الناس بالاسامي اللي موجوده وبالصفقات اللي جابوها قالوا بيراميدز هينافس على الدوري لكن بالشكل ده في المركز ده في طموحات كبيره لناس كتيره يعني المفروض كان في طموحات كبيره بس لا ما فيش اي طموح خالص ولا اي شكل خالص في البيراميدز مادي بشكل مش كويس خالص مش احسن حاجه يعني مين الفرق الثانيه برضو اللي انت شايف انها مفاجاه بالنسبه لك بقى مفاجات ايجابيه خلينا في الايجابيات شويه شايف ان الفرقه ديت قبل ما يبدا الدوري شايف انها لا مش هتعمل حاجه ولا مع تقريبا احنا دخلنا في الاسبوع ال14 مين الفرقه اللي بالنسبه لك مفاجاه ايجابيه يعني سيراميكا سيراميكا معديها بشكل كويس جدا وبتعمل ماتشات كويسه وبتكسب ماتشات كتيره كويسه والاتحاد برده مع كابتن حسام ماشي بشكل يعني مش معقول يعني خسر النهارده بس ماشي بشكل كويس يعني الماتش اللي قبل باين كسب 4 فعامل ماتشات كويسه يعني مين تاني موجود على المستوى الايجابي مش شايف مثلا الجونه على سبيل المثال الجونه كمان بيأدي بشكل كويس قبل السيزون كان الجونه الناس بتقول لها تاني هيتصارع على الهبوط وجود رضا شحاته ما تعتقدش انه ادى اضافه للجونه بشكل كبير جدا الجونه دلوقتي يعني يمكن في المركز الرابع او الخامس فده بالنسبه لك مش مفاجاه ايجابيه؟ يعني هي الايه مش ايجابيه لان هم كانوا يعني مع كابتن رضا بيأدوا بشكل كويس بالظبط يعني مع كابتن رضا شحاته بيأدوا بشكل كويس فده متوقع منهم هو مش مفاجاه لا ده المتوقع من الجونه ان هم يأدوا بشكل كويس يبقى في المكانه دي لكن انا بتكلم في المفاجاه ان فرقه زي سيراميكا طالعه من الدرجه الثانيه مأديه بالشكل ده لا دي مفاجاه كبيره يعني وعامله شكل كويس مصر المقصه مش مفاجاه بالنسبه لك هو كمان ما عندوش التدعيمات اللي عملها سيراميكا يعني على سبيل المثال هو بس مصر المقصه فيها لعيبه اصلا كويسه يعني فيها لعيبه كبيره وفيها اسامي كبيره وفيها اسامي كويسه ومعاهم مدير فني لا كويس جدا جدا كابتن ايهاب جلال عامل شكل كويس جدا مع الفرقه فهم اصلا كانوا مقدم يعني انا لما كنت بلعب في المقصه مع كابتن ايهاب كنا واخدين مركز رابع والماتش والسنه اللي بعدها كنا واخدين مركز رابع 23 نقطه افتكر 24 صح 23 نقطه لاعبين ماتشات زياده شويه لكن طبعا كان كل التوقعات وخاصه ان فريق المقصه مر بظروف صعبه شويه سبونسر جديد بالزبط. كابتن ايهاب جلال راح ورجع كان تقريبا في الجزء الاخير من الدوري لكن دلوقتي وجوده في المربع الذهبي شيء يحسب للعيبه والجهاز الفني اكيد يعني هم بس هم ده الطبيعي بتاعهم بتاع مصر المقصه كان في شويه خلافات وشويه مشاكل هناك وزي ما حضرتك قلت سبونسر جديد بس ده الطبيعي ان هم مع كابتن ايهاب جلال ومصر المقصه لا ده مكانهم الطبيعي زي الجونه مع كابتن رضا شحاته ده مكانهم الطبيعي لكن بنتكلم في فرقه لسه صاعده لا بيبقى شكلها كويس يعني هي عامله مفاجاه في الدوري السنه دي لحد دلوقتي يعني صحيح احمد صحيح. كشري ممكن يكون مفاجأة مع الإنتاج طبعا المدرب الجديد بدل طبعا الكابتن الكبير حمد الصديق صح ممكن جدا يبقى مفاجأة مع الإنتاج زي ما كان مفاجأة مع أسوان وأدى بشكل كويس وعمل موسم كويس جدا مع أسوان ممكن باللعيبة بقى والإمكانيات بتاعة الإنتاج اللي هي أعلى شوية من إمكانيات نادي أسوان لا ممكن يعمل حاجة كويسة وممكن يأدي بشكل كويس يعني هو طبعا مدرب هايل بالانتاج الحربي في ظروف صعبه طبعا في ظروف صعبه جدا يعني عندهم مشاكل كتير على المستوى الفني كنا زي ما قلنا كان في كورونا كتيره جدا كابتن مختار ثم جه الكابتن حماده صدقي دلوقتي كابتن حماده صدقي راح الهلال السوداني وبالتالي مهمه مش سهله يعني مهمه مش سهله للكابتن احمد لكن كلنا ثقه فيه ولا على اللعيبه طبعا ولا اللعيبه هو طبعا يعني الجهاز الفني على حسب طبعا التاقلم وان انت بقى على بال ما تنفذ تعليمات اللي طالبها منك المدير الفني ده برضو صعب بيكون صعب وهي الاستقرار ده بالظبط وهي مهمه صعبه وهو ماسكهم في ظروف صعبه شويه بس لا يعني زي ما كابتن هاني بيقول كلنا ثقه في كابتن كشري ان هو يقدر يعمل حاجه مع نادي الانتاج ان هو مدرب كبير مدرب كويس جدا وبيعرف يتعامل مع اللعيبه بشكل كويس يعني بيعرف يقرب من اللعيبه بشكل كويس بيعرف يجذب اللعيبه ليه يخلي اللعيبه تحبه فبالتالي طول ما انت في علاقه بينك وبين المدرب بتاعك كويسه او في حب بينك والمدرب بتاعك تقدر تنزل الملعب بتادي احسن حاجه عندك عشان خاطر المدرب اللي موجود بره يعني هو عموما دلوقتي الانتاج الحربي في مركز ال 16 اعتقد انه مع كابتن احمد كشري يعني يمكن يحدث الفارق يعني بالظبط لسه بدري يعني ان شاء الله كل التوفيق لاحمد لانه مدرب كويس يعني عايز اكلمك عن لعبت قدام الاسماعيلي كم مره مع النادي الاهلي مع النادي الاهلي لعبت حوالي 5 مرات دايما مباراه الاهلي والاسماعيلي
تبقى مباريات قمة طبعا. يعني حتى بغض النظر ان الاسماعيلي في انهي ترتيب في الدوري، لكن بتبقى مباراة قوية جدا. بعد المباراة اللي جاية على مستوى الدوري هتكون مباراة للنادي الاسماعيلي. رأيك ايه في الاسماعيلي السنة دي من خلال طبعا عدم يعني وجوده في 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 مرتبة لا تليق باسم النادي الاسماعيلي؟ يعني الاسماعيلي يعني مش عارف، اللعيبة ممكن ما تكونش حاسه ان هي بتلعب في النادي الاسماعيلي او لابسه تيشيرت النادي الاسماعيلي. الناس الاسماعيلي نادي كبير، لما بتلعب لما بتيجي تلعب ماتش اهلي واهلي واسماعيلي، لا بيبقى فيه كانك تلعب اهلي وزمالك بالظبط. يعني قمه الدوري المصري اهلي وزمالك، ثاني قمه الاهلي والاسماعيلي. الماتشات بتبقى كبيره، ماتشات يعني اسمين كبار بيبقى موجودين في الملعب. اللعيبه يعني ما اعرفش، ممكن ما تكونش حاسه بقيمه التيشيرت اللي هي لابساها بتاعه النادي الاسماعيلي، مش مقديه بالشكل كويس، ما عندهاش غير على النادي شويه، ما بتغيرش على التيشيرت اللي هي لابساه. اوقات كتير بتفرج على الاسماعيلي بحب ما بحسش ان في لعيبه في الملعب يعني اللي هي بلغه الكوره ما عندهاش نحراره اللي هي على الكوره، او ان هي عايزه تجيب جون، او ان هي مثلا خسران عايزه تتعادل. الروح مش موجوده بالظبط، يعني عايزه خسران عايزه تتعادل، متعادل عايزه اكسب، لا ما فيش الروح دي، الروح مش موجوده. يعني قل شويه عند النادي الاسماعيلي او عند لعيبه النادي الاسماعيلي. يعني ايه السبب فقدانها يعني؟ لا السبب فقدانها دي بتبقى في النادي، بقى بتبقى جوه النادي، بقى في مشاكل في النادي، في مشاكل ماديه، اللعيبه مش واخده مثلا مرتباتها، بتبقى حاجات جوه النادي كده. ما جبتش برضو سيره الاداره الفنيه، تغيير المدربين اكيد اثر بشكل سلبي، يعني مدربين كتير جدا في النادي الاسماعيلي اكيد بيأثر سلبيا على اداء اللعيبه. يعني بالظبط، يعني ما كل شويه مدرب، عقبال ما بفهم اللعيبه او باخد بفهم عقليه اللعيبه باخد وقت، ماتش ماتشين ثلاثه بيمشي بيجي مدرب تاني، عقبال ما بياخد الوقت برضو نفس النظام، فخساره ولا خساره وخساره بتقلل شويه من المستوى بتاع النادي الاسماعيلي واللعيبه. يعني عايز افكر المشاهدين بسؤال حلقتنا النهارده. النهارده مش ما عندناش سؤال، عندنا رساله، او ايه اللي انت عايز تقوله او تقوليه لمحمد الشناوي الحقيقه اللي تألق في مباراه امبارح وقدر انه يصنع الفارق. السؤال ده انا عايز اساله برضو لكابتن فاروق اللي مشرفنا، ايه اللي انت عايز تقوله لمحمد الشناوي؟ لا الشناوي السد العالي بتاعنا. يعني رساله بقى للشناوي. الشناوي اصلي صاحبي من زمان جدا، يعني احنا متربيين مع بعض من احنا صغيرين، احنا جيل واحد وفرقه واحده ولعبنا مع بعض في الناشئين في الاهلي. فلا الشناوي يعني انا بقول له ربنا يكرمك ويوفقك وتكمل زي ما انت، وربنا يكرمك باحسن حاجه موجوده. يعني تتواصلوا مع بعض على طول؟ على طول، يعني على طول بنبقى مع بعضينا، بنكاف تليفون، بنخرج مع بعض، يعني على طول مع بعض انا والشناوي. يعني طيب احنا طبعا الشناوي الحمد لله بيأدي اداء اكتر من رائع طبعا، زميل من الصغر. عايزين نعرف انت كنت شايف في الشناوي وهو صغير بيتمرن معاك لسه انك تشوفه بهذا التألق؟ نعرف الكلام ده منك يا فاروق، لكن بعد الفصل. في حكايه حلوه هنا كانت يعني بتتحكى قبل ما نروح لفاصل، واحنا بنسال السؤال الخاص بمحمد الشناوي، الرساله اللي انت تحب توجهها لمحمد الشناوي. فاتضح ان كابتن عبد الله فاروق وكابتن محمد الشناوي يعني حبايب من وهم عيال صغيره. محمد مواليد 88 وانت مواليد 87، فكنتوا مع بعض في ناشئي الاهلي. وكابتن هاني سال سؤال حلو قوي، كنت متوقع له، كنت متنبئ له انه فعلا يكون حارس مرمى مصر الاول؟ بأمانة والله بأمانة يعني. الشناوي من صغره موهوب، عنده موهبه الحارس المرمى، في جوان بتتعلم، لكن في جوان موهوبه. الشناوي موهوب، في حارس مرمى يتعلم، بيتعلم، في حارس مرمى موهوب بالظبط. يعني شناوي موهوب، شناوي موهوب، عنده موهبه من صغره، عنده من صغره شخصيه ما بيخافش، من صغره عنده اصرار وعزيمه على يعني على اللعب. هو مثلا بيبقى جون تاني او تالت، لا بيبقى هتدوس على نفسه ويتمرن كويس وبيتمرن بره كتير وبيشتغل على نفسه كويس عشان يقدر يوصل للهدف اللي هو عايزه. لا عنده شخصيه، هو شخصيته قويه ومع نفسه جدا وما بيخافش من حاجه. انا بايدها في عمليه الشخصيه، لان في مواهب كتير وفي ناس بالزبط بتبقى عندها الموهبه، لكن اللي بيكمل الموهبه دي الشخصيه والاراده والعزيمه. عايز اكلمك على الفتره اللي كان فيها محمد الشناوي خارج النادي الاهلي، وهو كان معانا طبعا هنا كذا مره في البيت الكبير، وقد ايه كان هو حتى وهو رايح النادي بيفكر ان انا هقعد سنتين ثلاثه، لكن
انا الهدف ان انا ارجع تاني للنادي الاهلي. كان الفتره دي كان بيكلمك بيقول لك ايه، وانتوا طبعا اصحابه على تواصل دايما يعني. هو الشناوي ماشي يعني، ماشي من الاهلي او طلع بره الاهلي اعاره عشان عايز يلعب. مظبوط. طول ما هو بيلعب وماشي كويس يقدر يرجع النادي الاهلي تاني. صحيح. وهو ده اللي عمله. لما كنا بنتكلم مع بعض على طول انا بلعب وماشي كويس وبعمل اللي عليا وبجتهد عشان عايز ارجع النادي الاهلي، ويوم ما هرجع النادي الاهلي هرجع رقم واحد، مش هرجع ابقى رقم ثلاثه. مش هرجع ابقى رقم ثلاثه ولا رقم اثنين، لا هرجع النادي الاهلي هبقى رقم واحد. لا يعني هو اشتغل على نفسه كتير واجتهد كتير واتمرن، يعني كان بيتمرن فوق الطبيعي. يعني مثلا اللعيبه بتتمرن ساعتين في التمرين، لا هو بيتمرن في النادي، بعد ما بيخلص التمرين بيروح الجيم يشتغل على نفسه، بيتمرن بيتمرن كتير، لا مركز وليه هدف وبيقدر يوصل له يعني. وكان هدفه طول الوقت حتى لما خرج من النادي الاهلي انه يرجع للنادي الاهلي، انه يرجع للنادي الاهلي. فالموهبه والاصرار مش بس ان انت تتعلم او تفضل ان انت تصر، حتى في ناس يعني بتبقى اقل موهبه لكن اصرارها بيعملها، يعني اصرارها بيخليها يعني بتبقى في حته تانية. وفي مثال على كده من لعيبه كتيره جدا، يعني في ناس كتيره جدا اصرارها هو اللي صنع اسمها فعلا، خلتها تكتب يعني اساميها يعني باحرف من ذهب زي ما بيقولوا. محمد الشناوي كمان مش بس على المستوى الفني، افتكر في اوضه اللبس فارق. بالظبط. فارق كقائد، فارق مع اللعيبه، في حاله حلوه في اوضه اللبس، وافتكر ده برضو سبب من اسباب نجاح اي فريق المعتمد على الاستقرار من داخل الاوضه دي بالذات. بالظبط. طول ما في قائد في الفرقه بيعرف يلم الفرقه وبيعرف يتكلم معاه واللعيبه بتحبه، لا الفرقه بتبقى ناجحه. هو مش شرط يبقى جوه الملعب بس شاره وقائد في الملعب، لا بره الملعب اهم كتير من جوه الملعب. طول ما انت بره الملعب قائد وبتعرف تلم فرقتك وبتعرف تتكلم مع الفرقه بتاعتك بتنعكس في جوه الملعب، يعني بتلاقيها جوه الملعب، بتلاقي اللعيبه كلها روح واحده وقلب واحد، بيحبوا بعض بيخافوا على بعض، اللي بره الملعب بينعكس جوه الملعب يعني. طب قول لي ازاي توقعت ان الشناوي هيلعب في كاس العالم رغم وجود عصام الحضري؟ كان احمد الشناوي طبعا واحمد من الحراس المميزين جدا، لكن عارف وانت يعني كنت مصمم وقلت له قلت له يا كابتن، يعني قبل كاس العالم كان هو بيروح جون رابع، قلت له لا يعني اتمرن كويس وشد حيلك وانا عندي احساس ان انت هتلعب وهتبقى الجون رقم واحد يعني. قال لي يا عم انا بتمرن وبعمل عليا بس حاسس ان هي بعيده، قلت له لا يعني اتمرن واعمل عليك وان شاء الله ربنا يكرمك وهتبقى رقم واحد. ربنا اراد احمد الشناوي خلصت طبعا انت على الشناوي ربنا اراد خلص على حسن بالظبط. الشناوي اتصاب والحضري مش عارف حصل ايه، فلقيت الشناوي رقم واحد وما شاء الله ابدا احلى ماتش في حياته. انت كنت بتشجعه از اصحاب يعني ولا انت فعلا كنت شايف فيه لان انت عارفه من لا انا عارف ان هو عنده انا عارف ان هو عنده الشخصيه وعنده الاصرار والعزيمه ان هو يوصل للهدف ده، فانا قلت له لا يعني ان شاء الله هتبقى رقم واحد والحمد لله بقى رقم واحد. هو اشتغل على نفسه كويس قوي بصراحه، وحتى لما زي ما انت بتقول هو كان رايح منتخب يمكن ثالث او رابع، لكن خلي بالك لكل مجتهد نصيب يعني، ساعات كده بتبقى ربنا كاتب للواحد حتى هو مش متوقع ان يلعب ويبقى نمره واحد. وخلي بالك مباراه اوروجواي في تاريخ مصر هتبقى بالنسبه لمحمد الشناوي مان اوف ذا ماتش، بطل او رجل المباراه في مباراه في كاس العالم، فده شيء كبير جدا جدا للشناوي يعني. وده اعتقد خد بقى الانطلاقه من المباراه ديت. كلمك بعد المباراه؟ كلمني بعد اي مباراه؟ لا ما كلمني ولا انت كلمته؟ انت قلت له انت هتلعب؟ لا لما رجع من السفر انا كلمته بقى ونزلنا مع بعض وخرجنا مع بعض وقلت له انا مش قلت لك ان احنا انت هتبقى رقم واحد وبتاع؟ لي الحمد لله وربنا كرمني وقعدنا بقى وعزمنا العشاء. ايوه كده عزمنا العشاء. احنا بنشكرك جدا جدا. انا والله اللي بشكرك جدا، وانا مبسوط جدا انا كنت معاكم النهارده، وشرف ليا شرف كبير قوي ان انا كنت معاكم النهارده. ده انت اللي منورنا بالتوفيق ان شاء الله في مشوارك، ان عارف انك مدرب كويس ذاكر واجتهد وان شاء الله باذن الله تكون مدرب واعد في المستقبل ان شاء الله. شكرا لك يا فندم. شكرا. طيب احنا بعد الفاصل هنستقبل طبعا كابتن الكبير حارس مرمى الاهلي السابق كابتن احمد فوزي، خليكم معانا بعد الفاصل. بجدد الترحيب بحضراتكم في البيت الكبير، واخر فقراتنا النهارده مع نجم من نجوم النادي الاهلي السابقين. احنا كنا لسه بنتكلم قبل الفاصل على تالق محمد الشناوي وحراسه المرمى في النادي الاهلي، دائما وابدا يكون فيها حراس مميزين بيمثلوا النادي الاهلي ويمثلوا منتخب مصر على الصعيد الدولي. النهارده
هنناقش الكابتن احمد فوزي، هنناقش الكابتن احمد فوزي على موضوعات طبعا الشناوي، وكمان هنتكلم على ملفات مختلفه، ملف على سبيل المثال الغاء مثلا المساحات في الدوري الممتاز اللي يمكن ظهر على الساحه الرياضيه في الفتره الاخيره، هنناقش الكلام دوت كمان على مستوى الدولي ومنتخب مصر بقياده الكابتن حسام البدري، مشوار المنتخب في الفتره اللي جايه، كل دوت في حوار ان شاء الله يكون ممتع مع الكابتن الكبير احمد فوزي. كابتن بنرحب بيك في النادي الاهلي. انا اللي متشرف ان انا اكون مع حضرتك كابتن هاني، واتمنى ان انا يعني اضيف حاجه للبرنامج. طبعا وجودكم حاجه كبير جدا في القناه، نتمنى لكم التوفيق، وعاملين دويتو رائع مع بعض، ربنا يوفقكم ويزيدكم ان شاء الله. منورنا لاول مره في البيت الكبير الكابتن احمد فوزي. الكابتن والدكتور، علشان كده لازم نسال على من المحق، هل الانديه النهارده اللي رفضت ان هي تعمل المسحه، ولا اتحاد الكوره هو من له الحق؟ بس قبل ما ندخل في القصه دي، لانها قصه كبيره وضروري جدا نسمع فيها حتى رؤيه يعني طبيب صيدلي كابتن احمد فوزي، عايزين نعرف رايك في اول ما تسال حد عن الشناوي، عارفه او عارفه من بعيد او حتى لعب قدامه، لانه كابتن احمد فوزي لعب قدام محمد الشناوي ايام بتروجيتو، ايام حرس الحدود، صحيح؟ فتقول يقول لك على طول انا كنت حاسس، انا فكرته، انا تنبأت له، انا قلت له. عايز اخد رايك بس في الجزئيه دي، علشان عندنا سؤال عايزين يعني. طيب بدايه طبعا الشناوي نتكلم فيه، الشناوي بقى حاجه تانية خالص. اشتغل على نفسه جامد من يوم ما مشي من النادي الاهلي، حاطط قدامه انه يرجع تاني، ودي حاجه مش اي حد بيشتغل عليها. ساعتها كابتن اللعيب حضرتك اضرب بيا طبعا، اضرب الكلام ده، بتضيع منه فرصه، بيكبر دماغه، بيعيش على الواقع. صحيح. وبيعيش على اللي معاه وخلاص، هو هيقضي سنتين ثلاثة في الكرة وخلاص. وفي واحد لما بتبعده أو بيحصل يعني زي ما بتقول كده إيه، عدم تقدير لموقفه، بيشتغل على نفسه أكتر عشان يرجع المكان ويرجع رافع راسه ويرجع يشيل النادي الأهلي تحديدا. إن أنت ترجع تمشي من النادي الأهلي وترجع النادي الأهلي بعد 6-7 سنين وفترة من الفترات قليلة، سنتين كان كابتن شريف إكرامي بيلعب، يقعد كابتن شريف ويلعب كابتن الشناوي ويتألق ويبقى هو الحائط الصد. عشان نبقى واضحين وصراح، الشناوي في سنتين ليه تدخلات في المباريات بتغير نتيجة المباريات. صحيح. لو الأهلي بيكسب بطولة أنا بعزي 35% من البطولة دي للشناوي لوحده، إن ما كانش أكتر. عشان ما بقاش يعني 35% إن ما كانش أكتر سبب من أسباب الشناوي سبب فيها بطولات الأهلي. يعني كلمة إن اللي الفرقة اللي عايزة بطولة يبقى معها حارس كويس، ده أكيد دي مقولة صحيحة 100%، إن الفرق الكبيرة وأصحاب البطولات لازم يكون عندهم حارس بطل. أكيد الحارس بيفرق في حاجات كتيرة كابتن. لما أروح أجيب فيك هدف، أنت محتاج إن أنت تعوض وبعدين تجيب هدف تاني عشان أكسب. فأنا الحارس ده بيوفر عليا الهدفين بهدف واحد. الشناوي مش بيوفر علينا هدف، ده بيوفر علينا 4-5 أهداف في كل ماتش. حتى لما بتروحلوش أو بتروح لوحده، ماتش المريخ الأهلي كسبان 3 صح؟ بس جات له واحده في 90 دقيقه. صحيح. اتصرف معاها ازاي؟ هو ده. هو دي اليقظه المستمره اثناء 90 دقيقه، الثبات الانفعالي اثناء 90 دقيقه. الماتش مقلوب علينا امبارح، بص امبارح خلاك متعادل لحد الاخر عشان تيجي في الدقيقه 90 تحرز هدف الفوز. فدي بيغير نتيجه مباريات بصراحه. صحيح. بيغير نتيجه مباريات، ودي حاجه تتحسب للشناوي. لما مشي من النادي الاهلي تحديدا، انا طلعت في احد البرامج مع كابتن شوبير طبعا كابتن عملاق، طلعت معاه وقلت على الهوا ان الشناوي يرجع النادي الاهلي، وما كانش ينفع انه يمشي من النادي الاهلي والله. على فكره هو ماشي من النادي الاهلي، هو كان عايز يلعب يعني برضه، عشان يعني كان عايز يلعب يعني مش اول مش اول لا تمام، لان هو هو اللي كان بيلعب في المنتخب، يعني المنتخب بتاع الاولمبي في الوقت ده كان هو واحمد عادل عبد المنعم موجودين في المنتخب، كان معاهم حارس الزمالك، الاثنين استمروا في النادي الاهلي، احمد علي استمر والشناوي مشي، فكانت صعبه قوي واحد بيلعب اساسي في المنتخب هو اللي يمشي، والاحتياطي بتاعه مش يعني مش بقطع في حاجه. لا طبعا لا، وجهه نظر طبعا كبار، بس بتكلم على الشخصيه اللي انت بتتكلم عليها، ان بتمشي من النادي الاهلي وعندك اصرار انك ترجع تاني، وده بيبقى صعب يعني، مش ما بيبقاش سهل، خلي بالك انك ترجع تاني خاصة لما ترجع النادي الاهلي. ده بيدل بجانب الموهبه، بيدل على الشخصيه، ده 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 مهم جدا. عشان كده ربنا كافئه ايه ولبس شارة النادي الاهلي. لا ده غير انه بقى رجع النادي الاهلي وبيلعب في النادي الاهلي، لبس شارة كابتن النادي الاهلي لانه يستحقها وزياده. صحيح. الشخصيه دي
تستحق كل ده، تستحق انه يرجع النادي الاهلي، وتستحق انه يبقى كابتن فريق النادي الاهلي والمؤثر الاساسي في تغيير نتيجه المباراه. عشان كده كان لازم نطرح السؤال، كان لازم، مش سؤال، كان لازم نعرف الناس من كتر ما هي عارفه او حاسه بقيمه محمد الشناوي فعلا في الملعب زي ما انت قلت كابتن احمد، كان لازم نفتح المجال للناس علشان تقول ارائها في محمد الشناوي. تمام. مش سؤال على قد ما هي رسائل، على قد ما هو شكر وتقدير ليه. انا شايفه الحقيقه من خلال الاجابات، لا يعني الناس فعلا حاسه بقدر وقيمه واحد زي الشناوي مع فريق النادي الاهلي في الوقت الحالي، وانت بتتكلم على يعني بطل، بتكلم على النادي، بتتكلم على بطل، بتتكلم على مباريات صعبه، بتتكلم على مشوار صعب. فالنهارده كان يعني صفحات القناه عليها الحقيقه تفاعل كبير جدا لما طرحنا هذا الاقتراح. يعني ايه اللي انت حابب كنت تقوله لمحمد الشناوي بعد ما تألق خاصه في الفتره الاخيره؟ فخلونا نستعرض كده بعض اجابات حضراتكم. بنبدا بالفيسبوك كالعاده، نبدا مع الاستاذ يوسف طارق. الاستاذ يوسف طارق قال افضل حارس في مصر والقاره السمراء، الشناوي بينافس نفسه ويختلف عن الاخرين، نحن نمتلك حارس لا يقدر بثمن، شابو اخطبوط مصر والقاره السمراء. صحيح. على تويتر في محمد المصري بيقول الشناوي هو ايقونه هذا الجيل، اعاد الهدوء وصفاء النيه لغرفه الملابس، وبمجرد ما بشوفه تحت الثلاث خشبات بحس بالامان. ربنا يحميك يا اخطبوط. ده لسه كنا حالا كنا بنتكلم قد ايه تاثيره كمان فرق في اوضه اللبس كابتن طبعا. احمد طبعا. على انستجرام نورهام بتقول له ربنا يحميك ويحفظك ودايما متالق وحارس مصر الاول وافريقيا كلها. العشره يا شناوي، العشره يا نورهان، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. كلها يعني زي ما انت شايف تالق الشناوي في الفتره الاخيره ما شاء الله، يعني وبقى حارس مرمى منتخب مصر الاول من خلال الرسائل اللي جت. الناس حتى فاهمه جدا كوره وبدات تتكلم بلغه المدربين، اتكلموا على اوضه اللبس وده مهم جدا. قد ايه ان الشناوي كمان على داخل المستطيل الاخضر بيأدي دور اكتر من رائع، لكن كمان على مستوى غرفه الملابس بيأدي دوره كقائد يعني. اهميه ده بالنسبه كمان لحارس المرمى، وحضرتك كنت حارس مرمى يعني فترات طويله جدا جدا، كنت حارس مرمى النادي الاهلي. مهم جدا ان يكون حارس المرمى خاصه ان هو شايف كل الناس قدامه، ويبقى فيه تعليمات وفيه شخصيه. الشخصيه دي يعني زي ما بيقول كده بتنعكس على خط الظهر، ومن خط الظهر تنعكس على خط النص وهكذا. أكيد. بيبقى شخصيه الفرقه كلها بتنبع من كابتن الفرقه نفسه. اكيد اكيد. هو في العموم شخصيه حارس مرمى زي الشناوي مش معتمد على سن، يعني الشناوي كده من وهو 22 سنه 23 سنه عنده قياده، عنده يعني الحته القياديه دي. مش اي حد يبقى حارس مرمى وقيادي، القياديه بتبقى هي الميزه الاساسيه لحارس المرمى، ان فرقتك واثقه فيك في اي وقت ان انت تقدر تشيلها، فبتسمع كلامك غصب عنه. يعني بمعنى كابتن ان هو لما بيوجه خط الظهر اللي قدامه، هم لو ما عندهمش ثقه في كلامه مظبوط استحاله يتحركوا صح، او استحاله يتحركوا زي ما هو عايز. فدي نمره واحد. نمره اتنين، هو من الشخصيات المحبوبه. ما انا ممكن ابقى عندي ثقه في اللي ورايا، بس انا يعني مش طايق، وعدت علينا في النادي الاهلي وحضرتك عارف وفاهم كلام تمام. فهو محبوب وشخصيه قياديه وحارس مرمى كبير وامكانياته تؤهله انه يبقى موجود في اي حته غير كده، وكده بيتعامل بكل اريحيه مع زمايله. زمايله عندهم ثقه في اي حاجه راح عليه الشناوي هيشيل، عشان كده احنا نركز ان احنا نجيب. فدي كلها بتبقى حاجات بتدي زي ما يعني حضرتك في اللي هو بلس 1، انت نازل بافضليه ان معاك الشناوي. دي بتبقى احساس اللعيب. طب احساس اللعيب في الملعب، انا بلس 1، انا عندي ميزه زياده عن اي حد بلعب قدامه، الشناوي ورايا. واعتقد ان دي ظهرت جليا، يمكن حضرتك بتقولي في الفتره الاخيره تالق الشناوي. الفتره الاخيره دي بقى لها قد ايه؟ الفتره الاخيره دي من 2018 بقى لها 3 سنين، بس الناس مش حاسه. انا عن نفسي تحديدا عشان ما اظلمش حد، الشناوي لو موجود في بطوله 2017 و2018 ما كناش خسرناه، مع انه غلط في بطوله 2018 تحديدا هنا في ماتش بتاع، بس لو كان معانا من الاول يعني ماتش 2018 اللي هو بتاع الترجي، يمكن اخطا هنا في ضربه الجزاء اللي اتحسبت علينا، ولكن هو هناك شال كتير. لما تيجي تقارن هناك شال كتير. فانت لو موجود معاك قبل كده في البطوله اللي قبلها، يمكن دخل فينا في ماتش الوداد هدف سهل جدا. يعني مش هتكلم في العموم، بس يعني الشناوي لو معانا من فتره وبيلعب هو
اعتقد ان كنا وصلنا لل10 وال11. ده ان شاء الله نتمناه الفتره الله. اللي جايه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يحسن. مباراه الامس كان فيها اكيد دروس مستفاده. عايز اعرف منك اهم دروس المستفاده اللي طلع بيها الجهاز الفني سواء او اللعيبه من مباراه امبارح وتفيدهم ايه سواء على مستوى فيتا كلاب في الدوري الافريقي في دوري ابطال افريقيا سواء على الاسماعيلي مشوار الدوري. اكيد اول درس مستفاد اللي هو الدرس الطبيعي بتاع النادي الاهلي، الاهلي ممكن يكسب في اي وقت، المهم ما يخشش فيه، طول ما انت ما بيخشش فيك انت ممكن تكسب في اي وقت. ودي قاعده في النادي الاهلي بلس 90 دي شيء طبيعي عندنا يعني والحمد لله متربيين عليه. هو حتى لو دخل كان واحد واحد حتى لو دخل فيك جون ده دايما عندك امل ان انت ترجع في اي وقت بالزبط. وده شيء طبيعي جدا بالزبط. والحمد لله احنا متعودين عليه. دي نمره واحد. نمره اتنين لازم يعني من خلال متابعتي للجمهور على السوشيال ميديا لازم الناس تعرف او لازم اللعيبه تعرف ان الجمهور ما بيفتكرش اللي فات يا كابتن، الجمهور بيبص للبطوله اللي جايه، خلاص البطوله صحيح. اللي فاتت خلاص اصبحت في جعبتك اصبحت في جعبتك خلاص، انت بتدور على ايه؟ انت بتدور على اللي جاي، فازاي تسعى للي جاي؟ انت لو ركزت في اللي فاتك ودخلت في بوتقه ان انت جبت حاجه قبل كده للنادي وما فكرتش في اللي جاي صدقني الجمهور هينسى اللي فات. وفي لعيبه كتير عدت علينا يا كابتن جابت بطولات ومشيت من النادي الاهلي ما حدش فاكرها. ده صحيح ده صحيح. انما اللي بيموت نفسه ستيل لحد دلوقتي هو ده اللي الناس كلها بتفتكره على طول بالخير. في فترات في مباراه امبارح ما عجبتش ناس كتير تمام، علشان كده لازم كنت اسالك السؤال اللي احنا يمكن سالناه لكابتن عبد الله فاروق تمام. هو المهم الاداء ولا النتيجه؟ لا النادي الاهلي النتيجه الاداء ده اخر الاداء والنتيجه. لا 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 دايما الجماهير دايما الجماهير بتحب الاداء والنتيجه ده حقهم، لكن فترات معينه في الكوره كابتن الكره يا كابتن الثلاثة بونت اهم حاجه، مفيش خلاف على كده. وان انا اكسب وانا وحش هو ده، دي الانديه الكبيره هو ده، ان انا اكون سيء الاداء ولكن انا مش بقول على امبارح يعني في العموم، اما اكون سيء الاداء واعرف اكسب الثلاث نقاط يبقى انا نادي كبير صحيح. يبقى انا نادي عنده شخصيه، يبقى انا نادي عنده روح، يبقى انا نادي عنده قلب، ودي اهم حاجه بتميز النادي الاهلي انه حتى في أسوأ حالاته بيفرض نفسه على اي حد بيعرف ياخد الثلاث نقاط. اعتمدنا على الشناوي، ما هو الشناوي يعتبر امبارح احرز ثلاث اهداف، لما صد الاهداف اللي صدها دي يعتبر احرزها. الناحيه الثانيه اجاييه هو اللي جاب هدفين وخلص المباراه، ما هو نجم امبارح. طبعا في عوامل مساعده كتير، هم الاثنين دول ما لعبوش لوحديهم، ولكن ان النادي الاهلي في أسوأ ظروف ويعرف يكسب دي ميزه مهمه جدا جدا جدا. لازم الجمهور يبقى اهدى شويه، لازم الجمهور يعرف ان الناس دي لعبت في خلال اربع شهور مباريات تقيله جدا وفي فترات قصيره، والناس دي عندها تحمل. مظبوط مظبوط. اي حد في الدنيا يا كابتن بيطلع للبيك وبينزل لازم غصب عنه اول ما يوصل للبيك او اعلى نقطه ممكن يوصلها في الرسم البياني لازم ينزل. الاستمراريه بعد ما توصل للبيك محتاجه وقت اطول، ولكن انت بتنزل مش لازم لما تنزل تنحدر. هو ده مش لازم لما تنزل تنحدر في مستنقع، لا لما تنزل حتى المنحنى السفلي بيبقى ما بياخدش وقت كتير. بالظبط يعني بالظبط. او بتعلى تاني او ارجع انزل سنه صغيره واثبت عليها مظبوط لحد ما ارجع اطلع تاني، انما الانحدار بتاعي ما يبقاش كبير. عشان كده لازم الجمهور يهدى على اللعيبه. في الى حد ما سوء، مش هقول سوء اداء، في ممكن اقول عدم، في تعب، في ارهاق باين على اللعيبه كلها. واضح كده جدا طبعًا. جدا يا كابتن. فالارهاق ده هي 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 هيحصل ريكفري، بس امتى؟ اصبروا عليهم اسبوعين ثلاثه، انما احنا لو ضغطنا عليهم دلوقتي احنا بنحملهم طاقه فوق طاقتهم. عشان كده لازم الجمهور يهدى شويه. انا معاهم من حقهم يزعلوا، بس لازم يبقى في سنة. طيب احنا بنتكلم على الشناوي ولازم نفتكر على طول يانكم تمام. ده طبعا مدرب الحراس اللي يعني دايما بنقول ان الحارس حارس المرمى عنده موهبه وعنده اصرار، لكن يبقى دور المدرب حراس المرمى يانكون بيقوم بدور اكتر من رائع. اشرح لنا الجزئيه دي برضه عشان الناس تفهم قد ايه دور مدرب حراس المرمى مهم جدا، انك يحافظ على اتزان الحارس، على تركيز الحارس، على ادائه الفني. طيب بدايه لازم نعرف ان الرجل الصحيح جه في المكان الصحيح، بمعنى الحراس النادي الاهلي حراس كبار، ولكن كان ينقصهم واحد يتعامل معاهم نفسيا قبل فنيا. نفسيا قبل فنيا، هو شخصيه لذيذه وحبوبه ومرح، بيحب لعيبته كلها، بيجمع الناس حواليه، ودي ميزه مهمه جدا في مدرب الحراس انه يعرف من الالف للياء في حاله وفي حاله اللعيب اللي هو بيمرنه. ادي نمره واحد. نمره اتنين، الراجل جاب بعض الادوات اللي ما كانتش موجوده في مصر استخدمها معاه،
وجابها على حسابه. اه طبعا بعد كده الدنيا اتغيرت، انما هو جاب حاجات جديده لمصر اشتغل بيها هنا، ادوات وان لم تكن هايلمان ولكن اجزاء صغيره بتفرق في مواقف صغيره، تفرق في سرعه رد فعل، تفرق في ثبات انفعالي، تفرق في سرعه حركه. بوزيشن يا كابتن احمد، في البوزيشن احنا طبعًا شايفين الشناوي من خلال البوزيشن بتاعه امبارح في واحده غير طبيعيه، امبارح في واحده اتعملت بالكروس كده يا كابتن وهو بيجري بالاثنين، الناس ما خدتش بالها يجري بالعرض. اي حارس في مصر كان هيجري بالعرض اي خطوات جانبيه، الشناوي عمل ايه؟ لف وسطه يا كابتن وخد الشمال قبل اليمين وراح عادل نفسه كده، راح جاي له ناحيه اليمين راح واخدها ونازل بيها. سرعه حركه رجليه في الوقت ده جوان كتير جدا في مصر، كان هدف محقق ده، كان هيبقى هدف محقق 100%. بس الناس يمكن مش هتتكلم عليه قوي، انما هو 100% هدف شغل محقق. شغل بديل فني برضه. لا مش شغل مدير، شيء يعني شغل مدرب حراس، مدرب حراس اقصد. ازاي يلف وسط وازاي يتحرك وهو بيتحرك يبقى عامل زي الواحد الصحيح، لانه لو اتكسر كده والكره جت عكس اتجاهه مش هيعرف يرد، فهو لازم وهو بيتحرك يبقى عامل زي الواحد الصحيح يلف كده، واخد بال حضرتك؟ يمكن دي الكره اللي انت بتتكلم عليها. لا مش ده جزء، يعني الثانيه كانت في الشوط اللي هو الشوط الاول السكس يارد بدماغه. ايوه في السكس يارد بالدماغ وهو خدها ونزل بيها على الارض. يعني دي لو يعرفوا الجمهور على الاصابه دي طبعا الفراد ده بقى انا اقول لحضرتك حاجه. بص وراح وقف وهدي. بص يا كابتن لسه بقول لك ايه، لازم وهو بيجري يبقى عامل زي الواحد الصحيح، صح؟ لما نشوف الشناوي وهو بيجري زي يعني كله عايزها تاني معاك اهي. أيوة بص أحمد. بص يا كابتن هو بيجري بوشه لو جري معوج كده او كده الكره هتعدي منه، انما هو بيجري زي الواحد الصحيح عشان لما الراجل يحط رجليه يبقى جسمه كله واقف قافل عليه بالزبط. تمام لو معوج او نزل بوسطه، لو معوج او نزل بوسطه الكره دي هتعدي، لانه عبال ما ينزل بجسمه من فوق لتحت الكره هتخش، انما هو راح اتعامل برجليه من تحت وخليه واقف اهو زي ما انا بقول. بص حضرتك هو كده قافل كل الزوايا، مد رجله اليمين وخلى الشمال. نقطه ثانيه كمان، هو ما تسرعش انه ينزل على الارض، هو مستني اللحظه اللي يحط فيها رجله. دي ده كمان مهم. بالظبط دي يعني ضعيفه شويه. لا بتاعه الشوط الاولاني دي اصعب بكتير يا جماعه، يا ريت لو تعرفوا تعدوها لنا. اللي هي الكره اللي اتعملت بالكروس من علي الفيل، من علي الفيل السيرف باك وراح حطها بالظبط. دي التجميع بتاعه المباراه. فكره يعني تحركات الرجل يا كابتن تبان فيها التمركز طبعا، هنا برده عدل تمركزه وانه رجع عشان تبقى المسافه بعيده عشان يقدر ياخد رد فعل. ففي حاجات يعني انت كحارس انت لازم الحراس الصغيره يتعلموا يبصوا الشناوي بيتحرك ازاي مش بيصد ازاي. صحيح. لان الصد ده سهل، اي حد في الدنيا بيعرف يترمي واي حد في الدنيا بيطلع ياخد اوفر. الصعب جدا ان انت تتحرك برجليك التكنيكال نفسه، بس التكنيك الصغيره دي وده اللي الراجل وغيره مع الشناوي تماما. فده اللي نرجع بيه تاني، اللي تقصد بيه انه بيرجع ليه الفضل ميشيل يانك مدرب حراس المرمى. اكيد 100% فرق مع الشناوي. يقول غير كده يبقى غير صادق، لان الشناوي كان بيتحرك بسرعه رهيبه وكان بيطلع يعمل بيانات كتير في الفتره اللي فاتت او من حوالي 4 سنين تحديدا بيعمل بيانات كتير. ليه؟ متسرع ودين دين 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 ويجي ومخابط في الايه في السترايكر اللي قدامه. دلوقتي الشناوي بيعمل ايه؟ خطوتين ثلاثة ويثبت ويقفل الدنيا عليه. يخلي الراجل هو بيفكر هيتجنن، مستني الشناوي يطلع خطوة، لأن السترايكر بيستنى بس الجون يشيل رجل فيحطها من تحتيه، أو يبقى هيترمي من فوق لتحت فيحطها من تحتيه برضه. دي طبعا دي هايلة برضو. بس أنا هقول لك حاجة. بص يا كابتن، الكرة الأول الشناوي كان واقف على بعد 3 يارد وأحمد سمير بيستلم، خد الراجل في ظهره. الشناوي بص بقى ياخد خطوتين ويقف، لو ما ثبتش والكره دي اتلعبت جنب رجله راح جول طبعا. انما هو الثبات اللي هو عمله، بص خد خطوتين ووقف، بص الوقفه بتاعته دي خليته قريب من الكوره. هو لو كان كمل جري كانت الكره اتلعبت جنب رجله ما كانش قدر ياخد رد فعل. والرياكشن مفيش حد في الدنيا وهو بيجري ياخد رياكشن، انما ياخد رياكشن امتى؟ لما يكون في ثبات. والرياكشن بتاعه ما شاء الله، رغم ان هو طوله الله يعني أكبر. معدي ال 190 طبعا طبعا. الرياكشن بتاعه هو ده شغل برضه يا كابتن، ده شغل عضلات بطن، عضلات بطن ووسط. خلي بالك مش اي حد رد الفعل الصغير في الحته دي. يخلي تشوف الاول عضلات بطن الحارس ووسطه عامل ازاي، اللي بعدها اصعب. ده بالنسبه لميشيل يانكو اكيد، وقد ايه احدث الفارق مع الشناوي واكيد كمان مع حمزه واكيد مع علي لطفي واكيد مع مصطفى. يعني اكيد بص حضرتك اكيد طالما زي ما بيقولوا كده، طالما المرايه هي الشناوي يبقى اكيد اللي ورا المرايه زي الواجهه بتاعتنا هو الشناوي، يبقى اكيد اللي ورا المرايه برضو زي الشناوي بيتعلم اكتر. ده انت مصطفى شوبير المفترض يعني وحمزه علاء ياخدوا من الراجل ده احسن حاجه عنده، لان الحاجات اللي بيقولها ممكن كتير قوي في مصر ما يبقوش عارفينها. في ناس عارفينها وكل حاجه، بس ازاي تبقى عارف وبتطلع الخطا وبتشتغل عليه، ده اللي يفرق مدرب الحراس. في نقطه ثانيه برضو كابتن عايز اتكلم فيها برضو، لو رجعنا للشناوي من 3-4 سنين ما كانش بيلعب برجله كويس
جدا، بس دي يمكن يعني انا شايف دلوقتي، لا انا شايف دلوقتي عنده هدوء وبيعمل وعمل كذا اسيست كمان في بعض المباريات، انه بيوصل الكره اكتر من 40 في الجونة السنه اللي فاتت بالظبط. فدي كمان مهاره، واحد عملها لعلي معلول، وعلي معلول عملها بالعرض كانت في ماتش الجيش بالظبط بالظبط السنه اللي فاتت برضو. هي دي اللي بتكلم عليها. بص بقى كابتن، بص هو واقف فين، وبص لما يلف برجليه هيلف ازاي. لو بيلف بجنبه، بص هو جري بوشه، جري بوشه بمعنى ايه، رجليه الشمال طلعت قدام اليمين ووسطه مفروض، لو بيتحرك بجنبه مش هيلحق الكره لسرعتها، واقف هنا تمام. بص بقى لما يجي يتحرك يا كابتن، خد اول واحده بالجنب، لقى نفسه مش هيلحق، راح عامل ايه، عامل جريبوش اللي هي اللي اسمها خطوه المقصيه، ان رجلك الشمال تتحرك قبل اليمين، فانت تبقى واقف. بص يا كابتن دي بقى اتلعبت في البعيد، اتلعبت في بعيده هيطلعها، اتلعبت في الضيقه هيطلعها، لان وشه للكوره. النقطه بتتكلم عليها تاني زي ما بتقول، هو الخطوه اللي بالشمال دي هي اللي فرقت، بس هي دي اللي قربته قربته من الكوره، لقى الكوره في ايديه. هو لو لسه بيتحرك بجنبه ما كانش لاقي الكوره خالص، كان هيتاخر، لان طبيعي انت لما بتتحرك بجنبك كده غير لما بتجري بوشك كده. صحيح، ده شيء طبيعي. فهو عمل الاولانيه، خد الاولانيه بالجنب، لا الكره مش هيلحقها، راح عامل ايه، راح عامل الخطوه المقصيه، راح طالع برجله الشمال وعادل اليمين عليها، بقت الكره سهله بالنسبه له. عشان كده بقول لحضرتك التمركزات والتحركات الصغيره دي مش هيشوفها غير واحد عارف هو بيعمل ايه. عنده تراكم للخبرات بالظبط، الخبرات بتاعت الشناوي بقت حته تانية. لا بس هو برده الراجل غير من خطوات رجل الشناوي زي ما الكابتن قال، انه برده غير من الناحيه الهجوميه عند الشناوي، ان هو بقى يعرف يلعب كوره مميزه، بيعرف يحط ثرو باص عند واحد بيلعب كوره من فوق سترايكر عشان تروح عند مثلا باك ليفت، فيبتدي هجمه بالزبط. ويبقى ضرب خط طولي كامل. يعني اصل في فرق ان انت اضرب خط عرض فاقعد اباص كده، صح. انما ان انا باصي خط طولي واضرب مساحات مقفول على السردباكين، مقفول على السردباكين، فانت بتلعب هعمل ايه، هلعب كوره طوليه على الطرف من هنا، او كوره طوليه على الطرف من هنا، هضرب بيها الخط كل الاسترايكرز اللي بتهاجمني كلها، او الثلاثه اللي قدام او الرباعي اللي قدام، فانا بكده عرفت ابقى مهجومي. مش كل الحراس بيعرفوا يبنوا الهجمه اللي من تحت دي يا كابتن، صح؟ غالبا يعني هي الكره اتغيرت، يعني الكره من 5 سنين اتغيرت مزبوط. في العالم كله وبقى الحارس صنع زي مثلا زي كره اليد، الحارس دلوقتي بتاع كره اليد بيطلع بره كره اليد عشان يبقوا 7 بيهاجموا 6. ايوه لا دلوقتي حارس المرمى بقى ليه دور هجومي زيه زي الدور الدفاعي بالظبط. وفي مدربين كبار بيلعبوا حراس يمكن تكون عندها 60% تصديات ولكن عندها 100% دور هجومي، وده كتير جدا في دول اوروبا حضرتك عارف طبعا. فكون ان هو الحارس يبقى بيزود نفسه في حته زي دي، لا يبقى الشناوي برضو عارف ان دي كانت ناقصاه واشتغل عليها كويس. طيب ده بالنسبه للشناوي، بالنسبه لميشيل يانكن تمام، الشكل والتكتيك الفني بالنسبه لموسيماني ظهر ولا لسه محتاج الوقت، ما ينفعش ان احنا نحكم على موسيماني في التوقيت الحالي؟ طيب بدايه اي مدرب او اي مدير فني في الدنيا طبعا مش عارف اتكلم وانت والله ما عارف اتكلم هنهجك لو في حاجه هنهجك اي مدير فني في الدنيا عشان اقدر احكم عليه لازم يكون معاه السكواد بتاعه. هو اللي اختار ال 25 لعيب او ال 30 لعيب اللي هيشتغل بهم طول السنه، تمام؟ ادي نمره واحد. نمره اتنين، انا باجي الاقي لعيبه ممكن تكون لعيبه كبيره جدا بس مش هتتوظف في الشكل الفني بتاعي، بدليل ان مستر موسيماني جاي بيلعب 4-2-3-1، في فتره من الفترات عايز يغير ل 4-3-3، يبقى لازم يكون معاه اللعيبه اللي تعمل دي ويكون معاه اللعيبه اللي تعمل دي، صح؟ ممكن في وقت من الاوقات يقول لك انا عايز العب 3-4-3، عنده من اللعيبه انها تعمل دي ولا لا، دي بتاعته هو على حسب رؤيته الفنيه. ادي نمره واحد. نمره اتنين، مستر موسيماني عشان احكم عليه في انه خد اول ما جه كسب الوداد وخد بطوله افريقيا وراح لعب في كاس عالم، انت بتحكمي عليه في اجواء صعبه جدا جدا يا كابتن. احنا بنحكم عليه في قمه الضغط العصبي والنفسي، انت لما تيجي تحكم عليه ما هو برضو الضغط العصبي عليه في الدوري مش زي الضغط العصبي عليه في افريقيا وكاس عالم انديه، فاحنا برضو احنا الراجل ما لحقش ياخد نفسه، جاي من بره على افريقيا ومن افريقيا على كاس عالم. عشان كده ساعات بيظهر حتى في المؤتمرات الصحفيه ليه زعلان، متضايق، زعلان طبيعي، زعلان لان انتوا يا جماعه انتوا ضاغطين عليا، ادوني فرصه، ادوني اريحيه شويه. وما فيش مدير فني في الدنيا، اعظم مدير فني في الدنيا بيغلط، واعظم مدير فني في الدنيا بيحط سيناريو للمباراه والمباراة بتطلع حاجة تانية خالص، صح ولا أنا غلطان يا كابتن؟ أكيد فيعني لازم نصبر عليه، نحدد إمتى؟ إن شاء الله شهر 3، شهر 4، آخر شهر 4 تقدري تقولي موسيماني ده مدرب كويس ولا لأ، أو مدرب وحش ولا لأ. الميزة الوحيدة اللي أنا شايفها ودي أكتر حاجة مخليها موسيماني واقف على رجليه، إن لاعيبته بتحبه.
العلاقه ما بين اللعيبه العلاقه ما بين اللعيبه او الجهاز الفني والمدير الفني فرقه جدا 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 مع موسيماني. اللعيبه بتحبه فبتحاول تعمل اقصى ما في وسعها، انما الناس دلوقتي بتعتب على موسيماني عشان خاطر الاداء غصب عن اللعيبه، ارهاق واجهاد غير عادي يا كابتن. اكيد يعني ومهما يحاول يدخل لعيب او اثنين او ثلاثه، انت كاس العالم للانديه لعب اكثر من 17 او 18 لعيب، طب ما هم ال 18 لعيب دول اللي هو معتمد عليهم هنا. ناهيكي ان بيطلع له كل شويه اصابات، يعني وليد سليمان يغيب بقاله 3 شهور، النصر ماهر اول ما يبتدي يخش ماتش والثاني والثالث ويتصاب، علي معلول بقاله 5 اسابيع مصاب، وليد مش معانا بقاله فتره. ما انا بقول لحضرتك ودي لعيبه مؤثره في النادي الاهلي، ما حدش يقدر يقول غير كده. فطبعا طبعا انا شايف ان الناس سنة السكاكين قوي على موسيماني، ومش بس كمان تلاحم وضغوط المباريات، كمان المباريات الثقيله. هو ده يعني انا بقوله لحضرتك، هو جاي نازل بين المطرقه والسندان، انت لعبت الوداد بره ولعبت الوداد هنا ولعبت الزمالك نهائي كاس افريقيا وبعدين رحت كاس عالم ولعبت ماتشات هنا في نهائي كاس نهائي كاس مصر. يعني هو جاي في فتره ضغوطات. طبعا النادي الاهلي على طول مضغوط، بس يعني رفقا بالجهاز الفني بالكامل، لان ده شغل جهاز فني. نعم، وده وقت سبورت، وده الوقت اللي اللعيبه والجهاز الفني محتاجين الجماهير تبقى سبورت ليهم وضهرهم. ده الوقت يعني. تمام. في سؤال عايز اساله خاص بحراسه المرمى. اتفضل. انت مع يمكن القرار اللي طلع من اتحاد الكوره؟ قلت لي طيب خلاص مش هكمل. حرام. طب انا هقول لك معانا دلوقتي دكتور احمد فوزي. لا غير القرار ده، لا ده قرار تاني، قرار تاني بتاع استخدام. انا بحسب اقول لك وجهتين النظر. وجهه النظر الاولى ممكن تقول لك ان انا ممكن عايز اعلي من، يعني لو جبت حارس مرمى مميز افريقي او ايا كان ليفل عالي، فده بيشد اللي تحتيه انه يوصل للليفل بتاعه، وتبقى في تنافس ما بين اللعيب المحلي او اللعيب الوطني وحارس المرمى. دي وجهات نظر. طيب. وجهه نظر الثانيه ان انت بتقفل على قطاع كبير من الحراس الصاعدين الواعدين، ان هم مش هياخدوا فرصه، ويبقى انت كمان بتفتح الباب لكل الانديه، ده من السهل جدا تجيب حراس مرمى. طيب. اشرح لنا الجزء دوت بشكل. انا هقول لحضرتك الجزء الاولاني طبعا ان انت تجيب حد اجنبي يبقى موجود مع الحراس المصريين عشان يعليه مش صح. عارف ليه يا كابتن؟ لان كل اللي موجودين في السوق من الوكلاء هيجيبوا الحراس هم 10,000 دولار و12,000 دولار. انا متاكد يعني. انا متاكد من الكلام ده، لانه انا عصرت لعيبه كبيره يا كابتن. انا عصرته حراس كبيره فاكر في الثمانينات والتسعينات، هي بيل انطوان بس يا كابتن، مفيش حد تاني. انما تعالى هات حراس هنا جت في مصر حراس كبيره، مفيش. محمد سيدي بيه جاي ب 12,000 دولار. حلو 12,000 دولار. على فكره انا بتكلم جد والله يا كابتن. جواو رافائيل لعب في الترسانة 4 سنين ما شفناش منه حاجه. في مين تاني لعب في مصر هنا؟ سيدي بيه اللي هو عور علي ماهر. في حد تاني هقول لحضرتك يعني تجارب الاجانب بالنسبه لحراس المرمى مش مفيده يعني. خالص. هو بيجي هو اللي بيتعلم على حسنا وبعد كده يروح اوروبا، زي اللعيبه اللي بنجيبها في نص الملعب والسترايكرز، تقعد هنا 3 4 سنين وبعدين تروح اوروبا او تروح مثلا اسيا، جنوب شرق اسيا، او تروح الدول العربيه. وده اللي بيحصل يعني. اذا كان بيحصل كده في اللعيبه اللي هي اللي موجوده في الملعب، طب ما بالك بالحراسه. دي نمره واحد. نمره اتنين يا كابتن، انا هخلص على جيل كامل، بمعنى من 2006 ل 2010 او من 2002 ل 2010 2012 ما كانش عندنا حراس. عارف ليه؟ ما فيش جيل طلع من الحراس. الجيل اللي طلع من الحراس اللي هو جيل الشناوي، مهدي سليمان، احمد الشناوي، عامر، ده اول جيل حراس. كان موجود شريف اكرامي، احمد عادل، مش عايز انسى حد يعني. بس ده الجيل الوحيد اللي باقي. طب فين واللي بعده مين؟ كان الجيل بتاع الحضري وعبد المنصف وانا وعبد واحد 45 سنه دلوقتي، والجيل ده 33 سنه. ال 12 سنه دول كان في استخدام حراس اجانب. فالمدير الفني بيعمل ايه؟ بيلاعب اللي موجود، الخبرات واللي موجود واللي يعرف يشيله. الحراس ال 12 سنه دول ما كناش لاقيين حارس يقف منتخب مصر. يبقى انا كلامي صح ولا لا؟ مظبوط. لا، يبقى انا لازم ادعم الحته دي. زي انا بقول لك الكلام ده لازم يحصل كمان بالنسبه للسترايكر، لان احنا ما عندناش سترايكر في مصر يا كابتن. ودي وجهه نظر يعني. سترايكر وباك ليفت لازم يتمنعوا من طبعا مع احترامي لعلي معلول، مش قصدي والله علي معلول، بس دي حته صعبه يعني. بلاش بس انا قصدي ايه؟ ان احنا لازم، احنا كاداريين لاتحاد الكوره لازم ندور على الحته اللي ناقصانا. بس نفس الازمه دي انت تقصد ان هي كمان في مركز في نفس المكانين اكيد في الفرود. المسحه اه في كلام كتير قوي، مشكله كبيره مين اللي عنده حق؟
عشان ده سؤال افتتاحي للموضوع المسح اللي الانديه اللي هترفض ورفضت بالفعل ان هي تجري المساحات على حسابها وقرار اتحاد الكوره باتخاذ هذا القرار. طيب اللي عنده حق ساعه الاتفاق، انا ما كنتش موجود ساعه الاتفاق، ما اعرفش ايه اللي حصل والله عشان ما اجيبش الحق على حد. لو هم متفقين من اول يوم الانديه اللي هتعمل المساحات يبقى الحق عند الانديه، لو متفقين ان اتحاد الكره اللي هيعمل المساحات الاول ودي اللي يعرفها اللجنه الخماسيه اللي قبل كده، لو اللجنه الخماسيه هي اللي قالت ان المساحات عليها يبقى المفروض كل الانديه قالت كده. لو الانديه كلها قالت كده يبقى العيب عند اتحاد الكره، ان اللجنه الخماسيه هي اللي هتتكلف. لو اللجنه الخماسيه وعدتهم بكده يا كابتن يبقى هي اللجنه المسؤوله. ما هو الانديه برضو خلي بالك من كورونا وكان المشاكل بتاع كورونا ما كانش في فلوس، ما كانش في فلوس يعني معظم الانديه ما عادش فلوس فعلا وانا معاك. فكان يقول لك لا طب انا انت كمان هتحملني ان انا اعمل مساحات، وبالتالي اللجنه الخماسيه قالت لا خلاص دي على اتحاد. مين هيخسر يا كابتن في القصه دي؟ الاهلي والزمالك وبيراميدز بصراحه. طبعا عشان دول الانديه اللي هتلعب في افريقيا، ممكن لعيبه من الفرق الثانيه يبقى عندها كورونا وتخالط اللعيبه بتاعتنا اللي بنعمل لها مسحه كل خمس ايام ولا كل اربع ايام. والسؤال للحكام ده مشكله، ده انا سمعت ان الحكام كمان خلال الاسبوعين اللي فاتوا ما كانش لا ما عملوش. طب ما دي كارثه اصلا. يعني دي كارثه لان في اختلاط الحكام داخل أكيد الملعب أكيد ويعني أكيد ما برضه باللعيبه. وبعدين بالنسبه للعيبه كمان ده انت نفسك بتنهج وغصب عنك بتطلع كل اللي جواك، فانت حتى لو انت تعبان هتطلع كل اللي جواك واللعيبه اللي في الملعب كلها هتستنشقه، ولو انا ما استنشقتوش هاخد منك هتاخده من زميلي. ها اكتر ان احنا هنتعب قوي يا كابتن، عشان كده لازم نستمر في عمل المساحات كنادي اهلي وتبقى الكثافه بتاعتها اكبر. هتكلف اكتر، بس لو الريت بنعمل كل مثلا اسبوع كل 10 ايام، لا ده احنا نعمل كل 5 ايام عشان نطمن على نفسنا ونطمن على بقيه لاعبتنا، لان احنا هنواجه مشكله كبيره في. طب احنا عندنا دلوقتي انديه لا تتحمل تكاليف، لا تتحمل اي مورد، يعني ينفع نروح ما عندهاش اي مورد. ايه ينفع نروح نقول لاسوان هاتي 3 مليون؟ طب ينفع تقول كده لغزل المحله في التوقيت؟ انا بقول اسوان وغزل المحله يعني وانديه زي كده حرام برضو. ما هو برضو حرام. يعني انا شايف ان هم كان من الافضل ان الموضوع ده يتبنى اتحاد الكوره، وممكن الوزاره النهارده الوزاره بتطلع 42 مليون جنيه وزاره الشباب اعانه للانديه. طب ما ال 42 مليون جنيه دول تستقطع منهم جزء صغير 5 6 مليون جنيه يبقى هم دول بتوع المساحات، وفي نفس الوقت يبقى حليت المشكله بتاعه المساحات اللي هتعود بالاصل. خلي بحياتك احنا في المنظومه دي مش اقل من 750 800 الف اداري ولاعب وعامل وكل الانديه. فانت لو 5 6 اتصابوا هتصيب مجموعه كبيره جدا باهاليها اللي موجوده في البيت. فايه المشكله ان وزاره الشباب النهارده بدل ما هي عملت الاعاله 42 مليون للانديه الشعبيه خليهم 36 مليون وتاخد 6 مليون تقصد ان يكون في اعانه من المجلس من الوزاره مع اتحاد الكوره علشان مثلا ادفع كنادي 30% ووزاره الشباب تدفع 70%، لان اكيد وزاره الشباب بيطلع لها نسب من الدوري وبيطلع لها نسب من كان كمان دورها انها دورها ان هي تعمل حاجه زي كده. طب ايه المشكله ان انا اعمل اعانه للانديه في النقطه دي بالذات وادفع لهم انا الانديه اللي مش قادره ادفع لهم انا، وابقى انا مستفيد وافدت انديه كتير وبرضه هتبقى نادي انديه شعبيه. طب النهارده الحل الوسط ايه ما بين النهارده تعنت الانديه وقرار اتحاد الكوره؟ شايف ان ممكن يكون في صيغه تفاهم؟ يعني ايه الحل؟ انا وجهه نظري زي ما بقول لحضرتك كده الانديه هي الخسران. ايه الحل؟ الحل ان النادي رقم واحد يخاف على نفسه وعلى لعيبته. مش هيخاف على نفسه وعلى لعيبته النادي هيخسر بعد كده. انا النهارده اي فريق الغزله مثلا ما عندوش امكانيه، بس النهارده بيلعب قدام فرقه جاله 3 كورونا، الماتش اللي جاي واللي بعده هيخسرهم، وتلات لعيبه اساسيين هيخسرهم. سي الجونه عنده لعيبه ومش هيعمل مساحات، طب عندي 5 لعيبه النهارده اتصابوا وقعدوا برد وكحه ومش قادرين ياخدوا نفسه، ما انا هخسرهم 3 4 ماتشات بعد كده. يبقى الانديه لو ما عرفتش ان هي تخسر لعيبه ولاعيبه ذات قيمه ودفع لها فلوس عشان تلعب باسمها يبقى لا، ده انا كنادي اخاف الاول. نمره 1، نمره 2 اتحاد الكوره، اصل انت لو لقيت ماتش والتاني والتالت بيتاجل عشان خاطر عندك 15 16 البطوله هتبوظ خالص. اصلا انت البطوله المقرر ان هي تخلص شهر 9، طب انت لو تاجل لك في كل اسبوع مثلا ماتشين ثلاثه هتلعبهم امتى؟ هتخلص ده في شهر 12 اللي جاي. فده خلاص وزاره الشباب
منوطة عن حاجة زي كده. لما يكون في مشكلة بين الأندية واتحاد الكورة لازم يكون في تدخل من وزير الشباب. وأنا زي ما بقول لحضرتك زي ما طلعت إعانة النهاردة للأندية الشعبية طلع إعانة للاتحاد الكورة إن هو يعمل مساحات على حسابه وفي الآخر هتبقى مستفيد. ممكن يستقطع من ال 42 مليون دول للأندية لو مش الظروف المالية ماشي. لو مش هتستقطع منهم زي ما طلعت 42 طلع لك 10 مليون لحاجة زي كده وانت الكسبان كوزارة شباب وكاتحاد كورة في الآخر لأن اتحاد الكورة يتبعك ومنظومة تبع لك. صحيح صحيح. نروح للمباراة المهمة أمام فيتا كلوب, مباراة النادي الأهلي في الجولة الثالثة من المجموعة بتاعت النادي الأهلي. مجموعة مشتعلة بشكل كبير جدا أكيد. بعد طبعا هزيمة النادي الأهلي من سيمبا وفوز فيتا كلوب على نادي المريخ. شايف المباراه ازاي يا كابتن؟ المباراتين الجايين هم مباراتين صعوب بالنسبه للنادي الاهلي. مباراتين صعوب يعني الاهلي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لو قدرنا نكسب ونتعادل على الاقل او نكسب ونكسب هناك, المهم ان احنا نكسب الماتش اللي جاي هنا بس ان شاء الله يوم الجمعه ان شاء الله, وبعد كده نفكر في اللي بعده. انما اهم حاجه احنا لازم نكسب, وجهه نظري ناخد 6 بونت من 6 بونت واقل متفائلين عايز 4 نقاط من الست نقاط. فتاخدهم ازاي وكيف لازم تاخدهم ماليش دعوه, انا عايز الاربعه بونت او السته بونت. لو خدت 6 بونت هنافس على المركز الاول ان شاء الله, هكسب سيمبا هنا وهكسبه في اكتر من فرق 3. وخلي بالك اي ظروف تانية للماتش غير ان احنا نلعب في درجه حراره 45 والهيوميديتي 70% ما كانش هتبقى دي النتيجه, مش هتبقى دي. وانا اعتقد ان شاء الله لما يجوا يلعبونا هنا هنكسبهم وهنكسبهم مستريح ان شاء الله, وهيبقى اخر ماتش في الدوري اصلا. هيبقى اخر ماتش عندنا, يعني احنا طالعين فيتا جايلنا فيتا طالعين فيتا وبعدين طالعين المريخ واخر ماتش سيمبا. فانت لو عندك 12 بونت قبل ما تلعب سيمبا تكسبه هنا ب 2-0 تطلع انت اول مجموعه. بس مش دي قصتي دلوقتي, انا قصتي دلوقتي ان انا اخد من فيتا ست نقاط او على اقل تقدير 4 نقاط. المهم الماتش اللي جاي لازم اللعيبه تخرج من الاجواء اللي هي فيها, لازم التركيز يزيد, يسيبهم من السوشيال ميديا شويه, يا ريت لو كابتن سيد يعرف يقفل عليهم الجو شويه. مش هتبقى يعني متأثرين بكلام الناس طبعا اكيد يعني, ومش عارفين يخرجوا من العبايه اللي هم لبسوها من ساعه بطوله كاس العالم, لان هم قدموا مستويات عاليه جدا جدا جدا, وعندما لما جم هنا المستويات قلت غصب عنهم نتيجه للارهاق البدني انتهاء بدني تمام. فعشان كده اللعيبه بتسمع الكلام بتقول لا طب ما احنا مش يعني الكلام مش هينفع, يعني ما هو ما حدش جري زينا وتعب قدنا عشان يعرف احنا تعبانين ازاي ولا انا غلطان يا كابتن مظبوط تمام. فهم متاثرين غصب عنهم, وفي نفس الوقت الجمهور برضو الجمهور يعني لا لوم على الجمهور طبعا, لا شيء مجموعه الاهلي يعني مش هي مش مجموعه الموت, يعني هي مجموعة قوية ولكنها مش من أصعب المجموعات متوازنة, وما ينفعش النادي الأهلي في مجموعة تضم الفرق دي إن هي ما تصعدش بصراحة. يعني مهما كان إحنا نصعد على أي مجموعة في الدنيا ولكن في ظل المجموعة اللي معانا دي أعتقد إن مجموعتنا أسهل من مجموعات تانية كتير. فلازم ان شاء الله لازم لابد ان شاء الله باسم النادي الاهلي ان احنا ان شاء الله نطلع اول مجموعه. احنا بنحترم المنافسين وواثقين في روح الفانيلا الحمراء اكيد. النادي الاهلي حاجه تتحكم انت كابن من ابناء النادي الاهلي صحيح. ما ينفعش اقول ان انا مش عايز غير المركز الاول طبعا طبعا اكيد صح. والجماهير طبعا حسب حاجه زي كده, واللعيبه خلي بالك دايما طموحه للمركز الاول ما فيش شك. يعني احنا لو صعدنا بمركز ثاني هنكون زعلانين او يعني هو في الاول وفي الاخر طب ما احنا طلعنا السنه اللي فاتت وخدنا البطوله بالظبط يعني هو مشوار طويل بس لسه بدري لسه بدري جدا. وخلي بالك مباراه طلع الجيش رغم يمكن الاداء لكن الفوز في بلاس 90 فوز هيفوقنا كابتن. المكسب بيجيب مكسب في اي وقت, ده مهم جدا, عكس الخساره بتؤدي لخساره وتعادل, انما المكسب بيجيب مكسب في اي وقت, بيخلي اللعيبه في الملعب عندها ثقه. المكسب بيخلي اللعيبه نازله باريحيه زي ما بقول لحضرتك. فاعتقد الكلام الكوره بيقول ان المكسب بيجيب مكسب ان شاء الله. الماتش الجاي هنكسب وان شاء الله الماتش اللي بعده هنكسب. الخساره عطلتك شويه بس ما وقفتكش يعني الخساره لا يمكن الخساره توقف النادي. لا لا يمكن الخساره توقف. احنا السنه اللي فاتت في وقت من الاوقات تقريبا في 2018 كان معانا كان معانا كابتن حسام البدري في اول ماتشين خدنا نقطه واحده وكنا متزايلين المجموعه. جه مستر كارتيرون خدنا 10 نقاط كسبنا 3 ماتشات وتعادلنا ماتش وطلعنا تاني المجموعه. وفي السنه دي وصلنا نهائي كاس افريقيا خسرنا من الترجي على ما اعتقد 2018 خسرنا من الترجي 2018 خسرنا من الترجي. فالبطوله بتاعه 2018 دي اكبر مثال ليك, انت من ماتشين خدت نقطه واحده خسرت وتعادلت في ملعبك وخسرت بره والحمد لله وصلنا. هي قصه في ايه؟ القصه في الاصرار وعزيمه وروح النادي الاهلي, ودي اللي احنا متاكدين منها ان شاء الله. ده حقيقي ومتاكدين منها وردود الافعال. ودايما كنت بقول يمكن
في مشوار البطوله دايما بيبقى في مباراه عثرات بالظبط، وساعات من العثرات ديت هي اللي بتفوق يعني بلغه الكوره تاني هي اللي بتفوق. ومشوار النادي الاهلي دايما البطولات ما فيش فرقه في العالم على حتى على مستوى التشامبيونز ليج بنتكلم على التوب تيمز ما فيش فرقه بتاخد الطريق مكسب على طول، لازم يكون في تعثر ولازم يكون في هزيمه. عمل كده غير بايرن السنه اللي فاتت. بايرن بس استثناء يعني استثناء كان بيدوس على كل الناس يعني استحق 11 ماتش من 12 ماتش ماتش واحد تعادل يعني حاجه عيب. بايرن السنه اللي فاتت يعني حاجه يعني استثناء للقاعده. انما اي حد بيقول كابتن زي ما انت بتقول يعني دايما الكبوات ديت بتفوق ودايما الحاجات العثرات ديت بتفوقك. خساره النجم الساحلي لنا السنه اللي فاتت كانت عثره كبيره وفوقتنا وقدرنا بعديها ناخد البطوله. سان داونز 5-1 5-0 خليتنا خلت الجمهور أيوة. هو اللي وصل لعيبه النادي الاهلي بعد الماتش اللي كسبناه 1-0 بهدف ازارو ان الجمهور يعمل كده مع اللعيبه، فاللعيبه تاخد عهد على نفسها في الملعب انها تجيب بطوله افريقيا. وده اللي حصل السنه بين الشوطين. الشناوي دخل قال لهم فين العهد اللي انتوا قطعتوه على نفسكم قدام اللعيب بالظبط، وده اللي ربنا كرمنا بيه. فيعني انت لازم قدام الناس لازم تحاول الجمهور. بس لما تقع تقوم واقف اكتر من الاول. وده اللي بيعمله النادي الاهلي دوما. مش مره ولا اتنين، لا دوما النادي الاهلي لما بيقع بيقوم فايق واكتر كمان من الاول. كلمه اخيره توجهها لجمهور النادي الاهلي. يعني جمهور النادي الاهلي مش محتاج كلام، جمهور النادي الاهلي في ظهر النادي الاهلي في اي وقت. جمهور النادي الاهلي هو المحرك الاساسي لمكنه النادي الاهلي، وهو السولار اللي بيشتغل بيه المنظومه كلها. جمهور النادي الاهلي في ظل ازمات النادي الاهلي هو اللي واقف في ظهره وهو اللي بيسنده وهو اللي بيدعمه بره وجوه. جمهور النادي الاهلي في ظل تالق لاعبته بيحاول، احنا بنكسب بطوله تاني يوم الصبح بنقول عايزين البطوله اللي بعدها، وإن كنا لما بنكسب بطوله في نفس اليوم بيقولوا عايزين البطوله اللي بعدها. فجمهور النادي الاهلي هو اللي مدي الباور دي للاعيبه النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي هو رقم واحد في المنظومه وهو رقم واحد، واللي احنا الحمد لله اتربينا على اللي عايزه جمهور النادي الاهلي، وده اللي ماشي وهو اللي محافظ على مبادئ النادي الاهلي ومحافظ على تماسك النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي لا يقدر بثمن. انت شرفتنا النهارده. الله يعزك، ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. الله يكرمك. لاول مره في البيت الكبير. الله يكرمك. انا اللي اتشرفت والله العظيم. والله انا اتشرفت لان يعني بتكلم كوره ومستريح وبتكلم في كل حاجه. انا فعلا من يعني من المرات القليله اللي انا اتكلم كوره في النادي الاهلي وفي قناه النادي الاهلي، وابقى يعني مبسوط ان انا قاعد مع حضرتك وقاعد معاك والله العظيم. ربنا يكرمكم والله. ربنا يبارك لكم. نورتنا كابتن احمد، كان اللقاء متميز وان شاء الله على تواصل موجود على طول. انا دهول صفروا لك نورتنا ان شاء الله. ربنا يخليك. دي كانت حلقتنا في البيت الكبير النهارده. بكره ان شاء الله بيتجدد اللقاء ده من 10 لـ1 في البيت الكبير. اصبحوا على خير.